واضح ومسموع، أرجوكم. صوت واضح، صوت مسموع ولا ما مسموع؟ تاقوا جايين الشباب، تاقوا الشباب لا يطلعوا جايين. احنا ما عندنا مشكلة مع حد يسوى من هو، اختاروا هنا عشان ردوا عليه مغالطات مغالطات، ردوا عليهم. ذكرهم السيد محمد بوي بوي الله والسيد محمد خالد، خصوصا بوي الله قال عنا احنا اتهمنا الشباب واتهمناهم هما. احنا ما اتهمنا حد جس وهو من هو. انا ما اتهمت بوي الله ولا اتهمت محمد خالد، انا قلت عن العملية، عملية الاختطاف غير واضحة، يعلوها غموض. انا ما وضحت لي، والشك ما هو حرام، والظن ما هو حرام. اللي حرام انك تشك شك مطلق وتظن ظن مطلق. انا شكي شك مؤقت من اجل الوصول الى الحقيقة، يعني شك غزالي. لا تعرف الامام الغزالي، انا ندور الشك لاش ياك يطمئن قلبي، ياك نوصل للحقيقة، ياك نوصل لليقين. واعلى مراتب الشك، اليقين هو اعلى مراتب الشك. خالق شين قال له علم اليقين، وخالق شين قال له حق اليقين وعين اليقين. احنا اللي فتنا وصلنا له علم اليقين، سمعنا عن الناس انهم الشباب الثلاثة انهم اختطفوا، هذا علم اليقين. جانا خبر انهم اختطفوا، هذا علم اليقين. حق اليقين شنو؟ جاونا شنو الصور وشنو البيانات وشنو المعلومات. احنا ما نهن مكزيك ولا نقدر نقوم بعملية استقصاء على الميدان. لذلك جاونا شي من الصور وعندنا مشي نبنوا لا على هذه المعطيات، هذه الصور وهذه المساجات. هذا حق اليقين، نعتبره حق اليقين. عين اليقين درك شنو هو؟ حنفوتوا نجبروا الشباب ونتكلموا معاهم ونستفسروا منهم ونعرفوا المردش كيفتها، ونعرفوا ذا اللي خلق لهم بالضبط شنو هو. ونحن ما شكينا في حد يسوى من هو، ما شكينا في بي الله ولا شكينا في الاهل ولا شكينا في الشباب. نحن طرحنا فرضيات، طرحنا نظريات، وعندنا الحق. وذا اللي قال بوي الله قال انتم، قال ما تبرعتوا، تم قال لك ان احنا ما تبرعنا. واذا ما تبرعنا معناه ان ما نقدر نتكلموا، ما نقدر نقدموا ملاحظات، ما نقدر ننتقدوا. سيد بوي الله يا تعود عارف انك تمانك هو الوحيد على هذا الفضاء، نحن كاملين في هذا الفضاء وعندنا الحق ان ننتقدوا كاملين ونتكلم كامل باحترام وادب. انا علقت لك فمات اياها وعلقت لي وشفتها كتبت لي فمات اياها كومنتار، انا ما زيان عندي. حد يعود موضوعي، يعود طرح موضوعي. انا ما اتهمت حد يسوى من هو. انا قلت عني مستبعد احتماليه ان هادو الشباب مختطفوا مكزيكيين، مستبعد ان العمليه عمليه مكزيكيه 100%. هذا مستبعد، هذا احتمال مستبعد. قال فما احتمالين مرجحهم ولا نعرف ايهم اللي ترجع كفته. كان احتمال انه العمليه فمات يا الشاب موريتاني يجير العملية من خلف الستار، أي خلف الستار من وراء الحجوب. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الآخر، يا كان واحد من الشباب اللي مختطف يلعب دور الضحية، هو اللي ندبر العملية كاملة. ولاني ما أنا ما طرحت صبع لحد ولا عينت حد ولا حددت حد. أنا قلت عني مرجح إن فم من بين الشباب المختطفين فم واحد منهم هو اللي هو رأس المدبر، يعني العقل المدبر صح التعبير. ولا شككت حاجة في هذا، أنا ما شككت حد، أنا ما طرحت صبعي إلى بوي الله والله محمد خالد والله هذا الشباب، هذا الشباب محمد بوي الله جزاه الله خيرا قام بدور كبير، والسيد محمد خالد قام بدور كبير إنهم ساهموا في هذه عملية تبرعات وساعدوا الشباب اللي كانوا في محنة شديدة بين قوسين، الله تعالى اعلم بلي انا ما افتكت، ساعدوا الشباب وقدموا لهم المساعده وانطرسوا. انا وقتها مرتاح نفسيا متمونك ان هادو الشباب انهم انطرسوا، لعادوا كانوا محكومين فعلا. وانا فم واحدين يأيدوني، فم شباب موريتانيين على هذا الفضاء الازرق يأيدوني، يأيدوا نظريتي وأيدوا فرضيتي. هون واحدين طالعين لي ضركاتي فت جبرتهم، وخالق واحد اجبرته قال لي عنه كان مع واحد من هذا الشباب كان متفق معاه
مع أنه واحد منهم أنه ما هو على باب ولا هو واضح أنه ما ارتاح له قاع، أنهم كانوا لي يمشوا شور الفالوقة عقب الطفل هذا اللي مختطف، يبقى أنه مات لماشي أنه ما عنده الفضل، تلاقي عدل أنه ما عنده الفضل، أنه قارته الفضل، تلاحوا له الشباب عطاه الفضل، عقب قالوا مات لماشي، مشاو هم عنه تخطى وقاسوا الفالوقة راكبوه ومشاو. لماذا هو بيمشي معهم الطريق مولي؟ قبضوه الموريتانيين كاملين؟ الطريق قبضوه الموريتانيين كاملين، الموريتاني راهم فما تياه مازالوا فما تياه، معناها الطريق اللي قبل الموريتاني من تشاباتشولا واعدين سواء الفندق ولا البلاصة اللي يسكنوا فيها، من البلاصة اللي يسكنوا فيها واعدين الفالوقة الطريق ما عنده مشكلة. وأنا ماني مشكك في أهل الشباب، ولا أنا مشكك في الشباب، ولا أنا مشكك في أي شيء وشنو، أنا مشكك في رواية إن هذه العملية أنا ما واضحة على اليوتيوب، هذا السيناريو بالنسبة لي أنا مركب مهبرك، ما هو واضح لي، ما هي عملية مكزيكية 100%. نختاركم تقوا لسيد بويلاه والسيد محمد خالد يتفضلوا يطلعون على هذا البث، أي منكم حد هنا يختار يتكلم يختار يدلي برأيه يتفضل جاي نطلعوا. ونختار مولي نوضح نقطة عن العصابات المكزيكية، فعلا خطيرة وفعلا ما تخلع من الشرطة. يقال العصابات المكزيكية انت لا تختطف حد تقبلوا وتكبلوا، تقبلوا وتكبلوا، هاو الشباب ما هم مكبلين قاعدين على الفراش من تمونكين ريلاكسين، الحمد لله شكلوا هانا زين عندنا انهم عودوا ريلاكسين تمونكين، وزين عندنا انهم طلصوا ولا ظهر عليهم علامات التعذيب ولا ظهر عليهم الخوف ولا شيء وشنو، ما ظهر عليهم، قاعدين على الفراش متموكين مبجوا ذوك واها، والمطل ذيك إياها والسواد ذيك إياها. نعرفوا العصابات ين يختطفوا رقاش، يجروا فيه تشنات ولا يجروا فيه السلاسل ولا يجروا فيها، لأنهم عصابات نفسهم يحموا رؤوسهم من الناس، لعل واحد منهم مثلا واحد من الشباب والله شيء يحاول انه يهرب والله شيء كيفه والله يقوم بعنف، لذلك لا بد قاع منهم يامنوا رؤوسهم، يقبلوا يجروا فيهم جنات يوم الشباب هذا يجروا فيهم جنات يكبلوهم ياك ما يهربوا. هذا هنا تيا قاعدين ريلاكسين ولا عنده مشكله، شوفوا هذا كاتياها هذا المنادم في الفيلم والله الوثائق اللي دار بويلاهي، شوفوا مجورين فيه المدافع خرس ممدودين فيه المدافع، ويجي هذوك ما مكبلين تراعوا فيهم، معناها هاو الشباب بالنسبة لي أنا فما تياه موريتاني وراء العملية، يكان واحد منهم هما الله تعالى أعلم، يكان موريتاني آخر فهم الله تعالى أعلم، أنا بعد شك وشك ما حلو ولا ينقطع باليقين، لا نجبروا هاو الشباب نتكلموا معاهم نسمعوا كلامهم. وهذا الدب هذا المنادم حد شافه ما يقول انه قاعد قد دوى ذنبانه في حياته اللي ما هو صالح لشيء وشنو، هذا لا حد انه مهاجر بس بحال ملي المجرم يصور راسه، هذا ما منطقي شباب، كيف عود رقاج مجرم يقوم بعمليات اختطاف يقوم بجرائم يصور راسه؟ اوكي رانا قبلنا عن عصابات المكزي عصابات المافيا عنهم ما هم خايفين من الشرطة، يقري كما واحد منهم يدير صورته ويعرضها، يالته يعود مقنع وفي العادة ما يصوروا أبدا رؤوسهم، هذا دب ما هو صالح لشيء، لا صالح لا الوكيل، ما هو صالح ما هو الوكيل والدليفري لا هو صالح له، عنكم لا تطلعون بالباطل طول عمركم إن شاء الله، لا أنا مشكك فيكم أنا ماني مشكك في بالله، راكم قمتوا بشيء جبار وقمتوا بشيء زين وزين عندنا وذمنوا عمل إنسان عمل خيري، يقارتون اختيروا نتأكدوا توف اختيروا نتأكدوا توف نتمون نكون احنا باش ما تيخرق ولا تيتكرر، باش ما يتم يجي موريتاني ويستغل ظروف معينة ويقوم بهذا النوع من العمليات، نحن ما تنقابلين ونحن مولي علينا نفضحوا أي عملية اختطاف أي عملية احتيال يسوى هي شنو يسوى هي شنو هي، يسوى على المستوى العام يسوى على المستوى الخاص، يا كذا ما تتكرر. هذا الراجل هذا هو عندي عنه جبريل بارك الله فيه الحمد لله، شوف راعي متمونك وزين عندنا متمونك، انا والله العظيم اللي موكا عندي
تاكل الحمد لله لابس مبجو من الاكسي ما عنده مشكله متقنبر على البرد والعصابات هنا كردوك عطهم يعطوك مبجو لا يعطوك شيء. حنا اللي نحبسنا في المعتقل الاول اعطاونا شيء من دراها تالي من يوم وقاعدين علينا ضافة فانت كاسر فانت كاتو تاكل على الداس. انا هذا كنت تاكل يبان ايش قال احد مختطف احنا قاعد ما كنا مختطفين مسلمين روسنا ما عنده ثانة ما الواضح لكم نختاركم طلعوا لي حنين نشوف ونختار اللي هنا سياها سيد محمد خالد نقول له مسألة. انا ذكرت نهار اذا انه قال لي رقاش انه خارجين وحدين ندعمهم ماديا في الطريق قال هو كذب عنها وراني معتذر له من هذا المنبر وراني ذاك المنشور سحبته. قال اختار مولي نقول له مسألة عن اي حد على هذا الفضاء عاد يدون عن الشأن العام ويجير صور الناس وينتقد الناس ويعطي اراء ويعطي ملاحظاته يالطو يدفع ضريبة عود مستعد يدفع الضريبة. ضريبة شنو هي؟ ضريبة الشهرة ضريبة انه ينك بانا برازامبل صورته ونجيرها لا يشوف عليا انه هو عرض راسه ودار راسه في العام ودار راسه على الفضاء العمومي ودار راسه على السوشيال ميديا وبالتالي صوره مات وملكه يريك مات ملكه. نحن اذا تعرضنا له كامل النقد انا فاتوا قبل صوري فاتوا قبل فيديوهات وتنمر علي ديك الساعه بدايه التنمر ما فات عاد مشين حتى قال فتخلط عليه مع انه ياطو يتحمل ذا يتحمل النقد ويتحمل ذا كامل. وانا اخوي محترم ومحترمكم كاملين محترمكم كاملين مدى طيبة مدى ما عندكم مشكلة تقول خير للناس. قال لا تمسيد خصوصا قاع بي الله طول عمر جزاه الله خيرا سيد بي الله مشكلته العجلة فيه عجلة طول عمره. انا لاحظت انه منشورات انه ما قراهم كاملين يتسرع دائما يتسرع يا رجل تم يتكايس عود مولي موضوعي عود متكايس ما يتهمنا هكذا يتهمني انا اني اتهمتهم هما والله اتهمت الشباب. اي لا قلت اني مثلا قلت ان فهم احتمال ان واحد من الشباب هو اللي معدل العملية انا ما عينت حد انا قلت واحد من الشباب قال ما طرح تصبع لحد هذا ما الواضح. وكذلك جالية برازيل انا ما اتهمتها ولا قلت عنها شيء معناكم لا تمسوق علينا هذا سيد عبدو مزمنين جهودهم مزمنين العدلو وركاتي يعني خراسي كان فم حد يختار يتكلم تقولي محمد بو ابو اللهي وتقولي حين طلع حسن الطيب راي جاتك ريكوست تقولي بو الله وتقولي مدامينو تفضل مشي لي ريكوست تفضل خويا مرحبا تفضل تسمعني سامعك بعد تفضل انا قاعد لا مسولك بعد قاعد لماذا انت تشكك بالشباب انهم مسيكين العدو انا اخويا ما طرحت صبعي على حد ولا عينت حد ما ذكرت اسم القاج انا طرحت فرضيته طرحت فرضيه لماذا شو السبب جعلك شو السبب عندك تساؤلات ما اجبرت له اجوبه تو هذا شفت هذا لا يخص على واحد ثانيين وهي دي ارض السيبه ذاك فهمت كيفاش مسكين مشاو فيه قالت سياسي خاصه على واحد كيفاش ما فهمت كيفاش عن الصبح قدوا الصبح يختطفوا واحد ثاني ذاك سمعتوا يتعرضوا لروايه تعود حقيقيه وتعود انت السبب ولا يتلفت حد عليهم يقول حد لا تقول الناس هذا لا شو تباندي الثانيين وتباندي الاحسن كذا لا 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 وعودهم لا 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 لا, لا. لا قدر الله لا تعرض حد العملية خطاب دورنا عرفه من خلال البيانات اللي يقدم لنا يا كان مختطف فعلا ولا ما مختطف بسيط يا قيل انت قاعد انت راك مطالب انت مالك مطالب بفاضح هي مالي مالي انا ماني قاعد فاضح انا ماني فاضح حد انا ندور نوصل لحقيقته ماذا قاعد مطالب به يلا حتى انا ما افضح يا اخي انت ما تفضح سرقة المال العام وتبحث عنها نبحثوا عنه كاملين كاملين مستعدين نفضحوا نبحثوا عنه كاملين
لا لا غير غير بعد هاي الروايه انا بعد ما ما ما, ما كانت كان عندي كان عندي شبه فيها دور شبه دور الشباب الاخرين رغم اني ما اعرف لك فهمتوا عنهم تحركوا في القضيه وتحركوا شبابهم في القضيه وخلق التبرع و... لا كان ماني ضد يعني انا مع التبرع مع ذا كامل اه انت صرت حركه كون ان شخص كون ان شخص شو اسمح لي تفضل شو انتني سؤال سؤال واحد انت قد شفت لي عصابه قد شفت لي عصابه مجرمه تختطف مده ما تتشكرف ولا شيء تعطيهم بج وتعطيه المطل وتسمونكها قد شفت انت وقد شفت لي عصابه قد شفت لي عصابه تصور راسه وتجي على السوشيال ميديا هي عصابه هي عصابه هي مده شو تقال على الفضه وتقول هاي كاتله حد ما تجر صورها مستحيل ان زعيم مافيا يصور راسه ويجري على الفيسبوك والله مش ذاك اللي صور راسه ذاك اللي صور راسه لا يقعد هو زاد مولي رهينه والله قاوته عصابه لا هم قالوا عنه هو المجرم لا تقولي رهينه هو اللي قالوا عنه هو المجرم هو زعيم العصابه هو اللي معدده كامل هو يقعد شوف هم طرح احتمال انه يقعد ما يعرفه ولا يعرف اخباره شنو هي لا يعرف دوره شنو هو يقار كلام محمد بوي الله وكلام محمد خالد لأنه هو زعيم عصابه هو المعدده كامل طلع اخوي ني طلع واسمه ني طلع هذا انا كان بعد رايته شكرا على المداخله شكرا على المداخله بارك الله فيك مرحبا بخير كبير السيد مينو اخير تفضل مينو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وش حالك شو ماشي؟ أهلا. ياك معاك طريقك يا أخي ياك ما يجعب شي شو ماشي ده وانت شنو رأيك في الموضوع القضية؟ أنا زين عندي. شنو رأيك في القضية؟ رأيي به اللي هي حولها قطر من الشكوك. الشباب اللي وعدت لهم العملية قبضوها الجماعة الأخرى بزين النية وقاموا فتحوا لهم تبرعات كان المفروض يتحققوا من القضية شنها بهذه الطريق. كاردتها الناس كاملة كاردتها الناس الصالحة وكاردينها بكل مولدي كاردينها بانضيات فهمت احنا الطريق قبضناها وشفنا انواع الناس فيها وتعرضنا للعصابات ومكردنا والمعاملة اللي عاملنا بها ما هي قطعا هذه الصور اللي شفنا احنا هونات الناس لابسة لباسة ومصورة ورئيس عصابة طابع عنه مثلا انه هو مراهن كارد مده مع الله قصك معدل عنه مع الله المدافع وتريتهم هذا كيف جميل فهمت هذا اختار شوي انه واضح نقطه الشباب المتابعين هذا احد الشباب اللي قبل الطريق وتعرض لعمليه اختطاف ويريد عليكم قصته تفضل السيد مي ماذا كيفته نهائيا جماعة الأخرى ما عندها أي ذنب به اللي لا قبطوا حسن يش من المواطنين وقفوا معاهم كاملين وغير شفت إذا وراهم اللي ياسم مشي أنا بعد صراحة ما جاد علي قاع نهائيا ذا لا طفل صلي مصور مع الراجل اللي كاردو به اللي ذا ماذا كيفتو نحن هادو كردتنا الثانية كردنا الجماعة تسع رجالة راهم يقعد واحد منهم قاع حد منهم اللي يصنت ولا شيء في اللايف موريتانيين اليوم تركيا من السماسيد وهم تركيا اخرين تسعه انتم تسعه كنتوا كرتوا تسعه موريتانيين جماعه عرفتكم من هي العصابه شنو عصابه مكزيكيه ولا فيهم الضوء ولا فيهم الجوقه عندهم مدافع كيف العصابات الاخرين مسلحين حتى مسلحين حتى ثلاثايا ومسلحين معاملة شن هي وش عدوا لكم شكل معاملة سيئة إلى أقصى درجة الحمد لله اللي بقاوا الأعمار إذا كانوا ما جبروا عندنا مبالغ معتبرة عودوا مشينا فيها فماتية من درجة طالبونكم فيديو والله شيء طالبونكم ترفعوا على أهاليكم هو ما طلبوا هو قاع ما شدوا معي أخبار وأخبار الفيديو ولا شيء هم قلعوا عندنا كامل من شيء يسوى هو شنو إذا كانوا ما راوا شيء خارج جماعة دي سنة قالي انكتروا فهم في بلاصة تركنا احنا فيها هم الجماعات اللي هونات يصنتوا لا يعودوا لين يقول يردوا اخبار دوروا لا تسيروا عندهم اخبارهم كاملة فهمت انا ما جد علي القضية من ناحية التركي اللي مصورين تصوير القيلة من يقارن دورك ترد علينا ذا اللي يخليلكم بالضبط والطريقة اللي طرسوكم بيش كيفتها
مدرى كان هم قبضوا منكم تلفونات ولا قبضوا منكم شيء ومعامل اشكيل تبطبطوا مين قاس بيكم؟ ماني من اهلهم انا ماني من اهلهم لا قصدي مثلا اعود مثلا مدخل في مشهر حد والله والله مثلا عمل حد مستهزئ به العدل التركي الشريف ونبيل وزين حتى الشريف ونبيل احنا ما نتكلمين عنه احنا نتكلمين عن في الاختطاف يا قير هذا الناس اللي قابل الطريق في واحدين بنضيات في بنضيات في الناس اللي قابل الطريق دي باندي فهمت ومتأكد انا عم فهم شي من الخلق متعامل مع شي من الخلق ذاك الدوني هم العصابات ما يقدروا يتعاملوا معاهم ما يقدروا يتعاملوا معاهم اللي فهم العصابات ما فيه ضوء لا يتعالى يضحكوا قاع مع الخلق واضح فهمت بيجي واضح لهم ذاك الواضح لهم كانوا ملي مكردة ما يعود حاله شوف انا اللي اتكلم لك انا كردتني مدة في الاندوراس عند الساعة وحدي ما معايا حد سمعت وطاني مولانا من فضل مولانا على اني جيت منهم تعرضت لياسر من شيء فهمت وعاقب ذاك الصار جبرتهم اللي مدخرة في المكزيك معايا تركي ويعود الشهود على ذا كاملين معانا صوماليين 11 وجاوا علينا فنزويليين يحس يذكروا عليهم رجال عنهم قابضين طريق غير السلاح ما مع رجال ولا معاه شيء والمكزيك مكزيك الناس اللي تقول حد جير المكزيك وصل لأمريك لكن ما منه لا عليه حد جير المكزيك يعطي يتوقع يعطي عس حتى بلي خطر قاع اللامكي منه كما صار ومدى كانت عصابة ما هذا كيف تمان الله ما هذا كيف تمان ولا هم لا يصوروا معاه غير دور يصوروا هو في حالة تنعت الهلو على أنه حق معدل له شيء وحق حق على أنه فرصة عليه من يخلصك 10,000 والله 9,000 والله 8,000 والله ذاك اللي وراهم أنا كذلك يقبض يوميا من مهاجرين ما هم قاعد على الموريتانيين الناس كامل الفنزويليين ذلك يقبضوا منهم يوميا هم عايشين عليه إلا هذا ما هو شيء قد نحسب فهمت غير الطريقة اللي مثلا واقف بها الراجل هاي طريقة جديدة أنا بقعد شفتها هي ولا قعد سمعت بها أم اللي لا هي معقولة عندي نحن هذا سلسلة سنة وقبلنا طريق كاملة وشفنا الناس اللي تطلع عليك الصد قلعك في البيسات وكل شيء اللي ما متابعين للبوليس وشفنا أم اللي الناس اللي في القابات اللي عندهم السلاح شفناهم وإذا قطعنا ما هو جهتها مثلا حد معتقل حد ما ريق في صور وزر واضح قمت ولا هي وقفوا أم اللي هو يجيه ما يجي ما فيهم شيء ما هم ذا ورقة ثانية ما هم مشكلين ولا مجرين واقف في زر الكومسا فهمت والطريق كارد ياسر من الناس اللي موريتانيين زين عندهم فهم شبابهم اللي منهم يضف بينا وبين إن شاء الله زين عنده النوع اللي حرف النوع اللي دفقريش وذنه ومعدل الطريق قاعد لابده فهم الناس كامل انواعها قبل الطريق واضح واضح بارك الله فيك بارك الله شكرا على المداخلة بارك الله فيك كنا واضحين الناس نحن ما نمتهمين حد ونبي الله والسيد محمد خالد من حد تلك جهودهم زين وموقفهم زين وقاسوا أهل الناس يا عربي اللي حسوا بيهم الله وجاءوا لهاليهم لا بخلهم شيء الله لا بخلهم شيء وإذا مولي راوالكم ما يرد عمل الخير ما يرد عمل الخير وانت مولي ما أنك واقف ضده انت لا اختر تتبين مسألة توضحها للناس فهمت مو بعد موقفهم لا غبار عليه الله يبارك فيك شكرا حتى للمداخله الله يبارك فيك نعطي مداخله جزاك الله خيرا واحسن اليك تفضل محمد حج اختار يطلع يمشي لي ريكويست محمد راني اكسبتك محمد سيجي عالي محمد ما قديت اكسبتك ما اعرف علي ريكوست مرة اخرى تفضل ده زين الرابي ما قديت اكسبتك انا قاعد نختار محمد بوي بالله يطلع عليه هو و محمد خالد محمد عداه محمد تفضل محمد عداه تفضل محمد عداه تفضل ولا خيرت
خالد ايش حالك؟ قلت لباس ما شاء الله. تفضل. شو ماسك لباس يا خير؟ ما شاء الله الامر طيب. ايش حالك يا اخي؟ ما شاء الله الحمد لله. الله يعافيك. شفت يا خالد، انا نقول لك ان بدايه القصه والله زاد بدايه بعد الخلق. انا اعطيك معلومات شوي. شفت الداه ذاك والزين للرابي ذاك من الشباب اللي موجود في البرازيل. جميل. وهو الداه هذا معاه طفل يعني اخو شقيق من الشباب اللي كانوا مخطوفين في المكسيك، فهمت؟ هو يعني اذا الشاب هو هم يعني هو الاول ومشى ذاك المبلغ اللي مطالبه به العصابه ومشى من مشى وهم الشباب من البرازيل اللي هو سيجيا هو اخو هذا حق بعد هو اخو الطفل اللي موجود مع هو اخو الطفل اللي موجود مع سيجيا الرابي في البرازيل. سيجيا مال هو الانطلاس الاول. والله هو الانطلاس الاول. والله واضح هما كانوا يتواصلوا مع العصابة من البرازيل. ونعرف لك لأن ما نقى صراحة أنا ما نقى باطئ شاك في ثقة حد من الشباب. نحن لا نحن ما نشاكين فيهم. لا نحن ما نشاكين فيهم. هما أنا شاكين تو عند موريسياني في ماتيا في المكسيك هو اللي عدل القضية كاملة. أنا من نفسي داخل الشك في القضية. فهمت؟ أنا من نفسي داخل الشك من عود فم موريتاني يتعامل مع عصابات بتقع ما يعني إقبالية حتى في الاختطاف الناس. خالد تفضل. فهمت. الواصل ده ذاك والزين للرابي إن شاء الله راني أنا تاكيت وفمات إياه في البث وعنده ياسر من المعلومات في القضية. راعني أكثر هو من الناس الاولى اللي يعني كانوا يتواصلوا مع العصابه. هم اول حد دفع الفديه للناس. فهمت؟ راعيني طلعته الداه زين. تفضل بخير الداه. شحالك؟ شو ماسك؟ السلام عليكم الله يسلمك. كيف حالك؟ بس لك الحمد لله على سلامه الاخ وعلى سلامه الجماعه كامل انت قصد. الله يسلمك. اهلا بك. كيف حالك؟ انا مشكين في حد يسوي من هو. فهمت؟ لا 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 اهلا بك خالد. كيف حالك؟ بس لك يا خير. المهم من يوضح للراي العام نحن كاملين القاصد من اللي نعدله لا ولا 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 ازكي احدا على الله. كامل ما في حد يلا يزكى على الله ولا في حد ما يخطا ولا في حد ما معرض انه ما في حد ما هو معرض انه يلعب الشيطان بعقله ويعمل اللي ما في حد معصوم. نهايه الكلام. لكن هاي القضيه اللي خلق فيها هذا الشاب المصور معاهم لا ما في اي تاكيد اسوى شنو يقول لك انه من المافيا. اولا وقبل كل شيء المصور مع الشاب نحن ما عندنا اي تاكيد كان مخطوف معاه كان صاحب تاكسي اللي يوصلوا لهذا كان من المافيا. ما في اي تاكيد اسوى شنو يقول ان هذا بنادم من المافيا. والله انه هو الخاطف الجماعه اللي 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 اللي, اللي كان داخلكم الشك. نحن ما دخلنا الشك من شيء. نحن قلت لك ان املاد مدي تتكلموا عنه اللي قالت الناس ان تصويرهم عن جماعه انه هذا الدب ما هو طبيعي. ايه الدب. نحن ما عندنا اي تاكيد انه من المافيا والله انه من مخطوفين. نحن ما نعرف ما حسب واضح لين طلع محمد بوي الله اللي قال عن هذا الدب انه هو المجرم. محمد بوي الله مشيت لك واسمه ما في محمد بوي الله. محمد بوي الله لا وصلت الصوره وخالد وصلت الصوره والصور اخيرا اخيرا محمد بوير مرحبا وسهلا يا خالد. يا لباس بخير 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 يا خالد. كمل كلامك ياك. كمل كلامك انت. المهم ما قدو تم تكلموا كامل بليد ياك ما ياكلنا يوصل فكرته. مرحبا بك بخير محمد بوير. بخيرت بك والله مرحبا. قضية الكلام بداية الكلام قلت إنه أولاً وقبل كل شيء نحن ما نمزكين حدا لمولانا ولا في حد معصوم إنه ما يقدر يعدل خطأ. وكل شخص معرض إنه يلعب الشيطان العقله ويعدل أمور تدخل بالدين وتدخل بالعقل وتدخل بكل شيء. لكن القضية اللي فيدنا منها نحن تمينا الساعة ينجانا اتصال من أخ كان مخطوف المحقق. حقق اسكي المحقق. شو محمد بالله شو احنا ما نهون السخريه. خلي طفلي يكمل واصل قرب تسوي قرب دير صورتين ودير صورتين محمد خالد. لا واحد النهايه كانت هي الصوره قاعده من عندكم انتم ما قلت زاد ذيك الليله. لا انت مجنن راسك ما قلت هذيك الليله.
لا سهيت والله العظيم لا سهيت راينك والله ايه سقط درت سهيت درت سعد ياسر وخر دا واطل. والله العظيم لا سهيت ما عزيز راني كوبي مايكي تورين فوتيو فداش هذا ربي حد انا اللي نتكلم وراني معتذر مره ثانيه الداعي لمقاطعتك لا لا عادي عادي مشكله الله يحفظك مشكله الله يحفظك ان شاء الله قضيه تمين انه وصلنا اتصال وصلنا اتصال من 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 الاخ وقال ان الحاكم اصابه ومشات انه صورته هو مع شخصين اولا في البدايه قال الاشخاص شكينا انهم واحد منهم تاكدنا منه كنا شاكين انه صومالي اللي هو والمحمد لما كنا شاكين انه صومالي واتفقت الجماعه هون انه صومالي والثاني قبل حد جاب من تركيا وقال انه كوري من موريتانيا انه قطها لي منهم اللي هو جبريل المهم نتلاقينا نتفاوض معهم ويعقينا ما اطلبنا مساعده من حد الطفل اللي كان في حسابه قال انه جاي مشي لهم عصبه تفاوضنا معهم 7500 وقالوا له الشباب كان ما هو في حسابه سوار طريقه التفاوض شنو اللي تفاوض معاه منه اللي كان يتكلم معاه منه كان يتكلم معنا الرقم اللي اتصل علينا من الطفل عادي يتكلم معنا منه واحد من المكسيك واعطيناه الاجاره نحن ما تفاهمنا معاه لان احنا نتكلم بالبرتغالي ويتكلم بالاسبانيه علاش ما تعطوه الموريتاني يتكلم الاسبانيه تعرف نوع ديان ولا تعرف لحد اسمه منو يعرف ابن علي قلت له هذاك نظرهم كانوا يعرفون بكثره الاخبار انا قلت لك كيف تصدق وتقول لي بين الناس تعرف نوع ديان ظنينا عرف الاسبانيه تعرف تحد تعرف الاسبانيه لا ما هم قاعد يستعان الموريتاني يستعان هم ظلموا هم رجاله وقدوا يدبروا يعرفوا طريقه يتكلموا بها عندهم يدبروا من اللي هما يدبروا من اللي هما تعليم حالي تمرين تعليم والله نملي انا عليهم ما نملي انا ما نملي لا تقبلوا لا فلان الفلاني لا ما هو معقول تسويت الراجل سؤال قال لك مشينا وقبضنا واحده تعرف الاسبانوليه وثلاثه ترجم لنا هم رجاله يتكلوا على العمليه كاملها وفيهم واحد فيهم واحد هو محكوم ومتبارك مع روايه من اجوس كازا دول يا طبس ماني مانع عليهم انا ولادهم اللي تعليهم من يقبلوا لو ماني مانع عليهم ماني مانع عليهم ماني عليهم ما كان ما كان افضلكم تلود الموريتاني يتقن اللغه الاسبانيه يتواصل مع هذول الناس وشنو ما كان افضل وشنو وجه الفضول الفضل هون انه يعود موريتاني من غير موريتاني شنو وجه الفضل وجه الفضل مندوب والله اي شنو وجه الفضل اللي يلا عود موريتاني ما قضيت انه مندوب والله ما مندوب لا انا شبه وجه نختار نعرف تو وجه الفضل اللي يعود يلا عود موريتاني زيد والله لا خيرت باش الموريتاني من نفسه اللي الموريتاني من نفسه يا اخوي يا نتكلم مع هذا الفرد هذا والله ما ولا يجاوب بدا يتم يطايح لك شو هو اللي يتكلم هو اللي يتكلم قضيه الفيديو هذه كانوا ينقصها عنكم ما 7500 يا اسم الفضل شوف هو بالنسبه لطفل اخوه كان مستعد يدفع عنه 20000 الى 30000 انه اخوه ما هو مستعد قاعد المفاوضات قاعد بدنا لان احنا وقع قال اخوه ما هو مستعد يفاوض عنه قاعد لكن الدور الاصابه لا يعطيه له هذا ما هو صالح عني شوي شوف خالد ايش حالك يا كتب اسالي ما شاء الله الحمد لله ما استغرب بس طيبه كامله ياك مالك حاسب راي مسلم عليك حتى ومسلم على متابعي كامل سلم على الداعي سلم على الجماعة اللي طلعت مودي سامي حدث عن الموضوع شوف البداية ذا الموضوع ده هو طالعين هون كاملين إياك ناقشوه قدام الناس ما بيشي شخصي أبدا نعرف على أنه أنا صحيح. ما أنك متهمني ولا قد تتهمني فهمت صحيح. وأنا ما قد نتهمك أنت بشي ولا نقدم اللي نتهمك به ما نتهمك بشي ولا نقدم ما بينا حد قد يتهم الثاني بشي يسوى وشنه نحن هون في نقاش طالعين ناقشوا في المردة لها هذيك الليلة عدلت أنا بث مباشر وقلت لهم على انهم انه يتقوك انت خالد ويتقو سيديك ماشي ويتقو الجماعه كامله اللي منها مشكك والما اكل شيء ما هو خايف من شيء سوى وشنو سامع ونحن ما لنا واكلين شيء ولا لنا خايفين من شيء وبالتالي تقاوك تقاوكم شباب ولا طلعتوا لي في البث المباشر وحالا انا كنت طالع نشتقل ويعلم مولانا علمني كنت طالع نشتقل وشاهد عليها محمد خالد كان يتكلم معايا راجع من شور شغلتي وكيني دخلت الدار حالا جاور واقج متقيني كنت واحد تقاوني واقج من الاول كنت واحد ما كنت قادر نطلع بالبث ولين جيت حالا للدار جيت وجيت طالع لكم لنناقش معاكم ذي المرده اللي هي غير لنناقشوها بالعقل لنناقشوها بالعقل ما هو انك انت وتعود عندك فكره والله روايه والله شكوك والله ظنون والله شيء سوء وش ما هو تفضل 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 مهم شوف مهم لا حاول تبعد عن الشخص انت دامعي انا ما اشوف اه شو انا ما شخصا انا ما شخصا شوف انا ما شخصا شيء غير طبيعتي انا مرادي انا يعود الامور شتي ذا كامله
لكن مريض ديانا طبيعتي ضحك وجوق عتود عندي ندخله في وحتى عنيني طبيعة عندي نضحك بيك انت مثلا وجوق فيك وجوق انت فيا وداه نفس الشيء وإذا كامل نعدري بطريقة جدية ما بي قصد ما قصدي بيه شيء شخصي نهائي أنا مثلا أقول لك أنت المحقق وكذا كذا قصدي بيه لا ما عندي وصل شيء ثاني شخصي أنا متى ما أسميتك شيء شخصي تستفيد شيء أما فهمت قال ما مهم يتفضل ما هو وضح لي إذا قولوا لي تقول لي إذا اللي قلت لي أنا رأيك ما سمعت الناس تري كومنتات ترى كانت بتثبت الجواق معك وتفهمت هي تثبت انا قلت لي اثبت انا صديت علي قلت لي اثبت انبت بدون اي موجب بسيط يعني ما يكون مخاسر هي ما يكون مخاسر حتى انا ما قلت لك انت كان مخاسر قلت اثبت انبت فهمت واثبت انبت اصلا تنقال ينعدوا اثنين مطاحنين متضايقين بيناتهم يقول واحد الاخر اثبت انبت صديت علي قلت لك انا الثبات قاع ما ندور نختار عنه الاقلاع وشد الاحزيم والطيران والدخل وحق بارك الله تفضل واصل حبيبي واصل شوف انا نعرف مساله على اي رقاش لا هي قبضر واي ويناقشها ويعود مشكك مثلا انت خلقت سابقك الرواية انت هي رواية خلقت فعلا موجودة شباب موريتاني اختطفوا وراهم ملي يكون في معلوماتك على انهم ما هم اول شباب موريتاني تم اختطافهم تاريخ 13 سبتمبر من 2022 تم اختطاف شباب موريتانيين ستاية والله سبعاية الدهلة ما نعرف اذا كانوا عالم بهم والله مو عالم بهم يا غير بعد خارق طفلين قال له عبدو راهم شباب البرازيل راهو عالم بهم وانا عندي صورتهم اليوم الشباب هذو ورايهم هون حالا داخل امريكا اليوم هذو الشباب ذيك الساعة ما بعد خلقت لوك عن مختلف شوي عن قضية الخطف لوك خارق واحد من الشباب حنيني المداخلة حنيني برضو مفيلة حنيني خالد برضو حنيني مفيلة حالا ذي ظرفية اللي هي المكسيك تختلف عن جميع الأوقات الماضية جميع الأوقات الماضية تختلف عنها تماما أنت دورت عد شفت البرنامج الوثائقي اللي انشرت أنا جزء منه على صفحتي معدل حالا لو 5 أيام شرت وأنا نهار الرابع تقاني في حد من الشباب هو اللي نبهني عليه ومشيت وقست وتابعته كامله من الألف إلى الياء اللي انخرصت وأنت تصد حالا وتقول على الشباب ذا المبلغ كبير قبيل تتفاوضوا معاهم يكانهم ينقصوكم المبلغ اللي هم انت شفت المكسيكيين من انفسهم يختطفوا شي من الدول اللي في زرهم شي من مواطنين الدول اللي في زرهم خاليه خيمتهم وداريه وجاي يمشي من البوادي ما عندهم 5 ولا عندهم 10 هم يعرفوا ظروفهم ما يعني من نفس المنطقه انت ظرف مثلا يتعود من موريتانيا معناه انك تعرف ظروف السنغال ايش كيفته وتعرف ظروف المالي ايش كيفته وتعرف ظروف المغرب ايش كيفته وظروف الجزائر ايش كيفتها بينما حنين ويعيا وطلبوهم 8000 دولار ويعيا وطلعوهم يطلبوهم 7500 دولار ويعيا وطلبوهم 4000 ويعيا ويتموا شن قالوا يحاربوا معاهم لين يخلوها لهم بالفين يشرحوا لهم ظروفهم وإلى آخره وخلوها لهم بالفين ويعيا وقلت لك عنهم الناس اللي يطلبوهم 8000 يتموا اللي يحاربوهم وراهم ذوك يعرفوا الإسبان واللي يصحك حق يحاربوهم اللي يقلوا عنهم الله 500 دولار وهذا هو اللي خلي يقولوا الشباب اللي هم الشباب اللي علموا على أنه الشباب على أنهم تم اختطافهم تم اختطافهم حاربوا معهم اللي خلاوها لهم 7500 الكل رقاج منهم ورواية واضحة ما فيها شك من أي ناحية أنا نبقي نعرف خالد شتوى أي رقاج لأن أنت لله أنت أنا كترد عليك ذا اللي خلق تجيت لحقت عملية ماشة موجودة أنت شن هي شكوكك بانيها على إيش ذي نبقي نعرف شكوكك باني علاش باني عندكم الصور دلتونا ما هم مقنعين صور دلناك ما هم مقنعين صور من درايا كان يا اخي صور من درايا كان حنين صور من درايا كان نحن نتحكموا في الصور والله ما نتحكموا ما تحكموا فيهم غير الناس اللي مشاوركم تو الصور الناس اللي مشاو الصور اما لهم هم اللي يتحكموا فيهم هم قاعد ما فرض عليهم يمشون الصور هم ما فرض عليهم ما نعرف شو الصور هم ما يفرض عليهم اليوم هم موقفهم هو الموقف الاقوى ونحن عندنا اللي انتم متباركين معاهم بالشوق ودو الترك اللي كانوا يتراسلوا معاهم مباشره وانا بعد راني لك ماني من الناس اللي كانت تتراسل معاهم نهائيا الشباب اللي تراسل معاهم يعني الدور نعرف واللي كان يتراسل مع المجرم مباشره
محمد بوي محمد بوي نقول لك شوف 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 كان كان افضل لكم تجبر واحد يتكلم اسباني موريتاني ياك يوصل المعلومات كامل. انا احنا خالد هن وصل لك هذه الفكره هي اللي كان يتفاوض معهم البرازيل هون نحن واحد قال لي خالد هو اللي مخلص عنهم ردوا له فوتو يا ابوي والله يا خالد خلص واحد ولا اتبع والله العظيم يا اخي انا والله العظيم يا اخي محمد بويه ماني مشكك فيكم يا خالد والله ماني مشكك فيكم خالد اسمعني اقول لك زين عندي العدد محمد ما انا الله ما زين عندك والله ما انا الله ما زين عندك والله ارفع لك من القبعه انا الله ما ارفع عن القبعه بيدي حتى الشباب اللي طلصوا يا اخي زين عندي انهم طلصوا اها شوف محمد بويه عم هم موريتاني ورا العمليه يا اخي خالد شوف خالد بعدين منضيات محمد بويه خالد خليك من تبهدي للراس انا راجع من اهلي قيدي سامع والفلان ما ينبث فيه يا ابوي العظيم جاك لي عدلي وتم يقول لي انا والله اللي عدلت اللي زين عندي ما حقيقه والله ما بجاملك والله ما بجاملك خالد 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 حين طلع محمد خالد خالد حق له نقطه خالد تفضل قضيه المفاوضات هم البرازيل كنا احنا نتفاوض عن طريق واحده من بيرو وقضيه موريتان كان واحد عم واحد من التركه كان يتفاوض معاهم وواحد ثاني اخوه كان يتفاوض معاهم يعرفوا الاسبانيه الاثنين الكوري عمو من كان يتفاوض معاهم من كان يتفاوض معاهم ما تروح ضرك احنا نعرف وضعيه الشباب منين وضعيتهم منين حالك فخير محمد خالد شو ماسك لباس صار فيك هيك لباس لنقاطعكم شوي اخرت والله اخرت عندي هون عتب على خالد وراني جيته في الخاص انا معتب انا اعتذرت لك ما اعتذرت وفقت تكبي يا قال شفت خالد نحن لابد ننطلق من الروايه نحن هون حاسبين على انك شخص نيته طيبه وعلى انه عنده مثلا دي الروايه عنده فيها ظن يا قال ديار صورنا نحن وكتابات ذو الكتابات علينا نحن مثلا كتابات طوال عنا نحن ذو ما هم في الموضوع يقدر يعودوا ما يعني ذا تميت اللي تلفل يا رقاش قال لي انت اذا اللي كتب عنك خالد قال لي كتب عنك تدعم المهاجرين وكتب عنك هذا يا اخي اتهامات خطيره انا ما كنت انا يا خالد قال لك سيدي كواش خالد قال لك تقرا يا اخي محمد خالد شفت هذا هو اللي خشيتك على الخاص ولين فت خشيتك على الخاص كتبت اراوه خالد خشني على الخاص وقال عنه كان لا يرشد الناس وهذه قاعد اطمها اذا ليش انا قول لي ذاك ايش فيه إذا ما هذا ما في تقول لي تلميح بين الصورة ضركت فيها أنا سنيك أنت قعدت في لايف أنت وبين الله وقلت لنا كنت أعطي نصائح يا أخي المهاجرين ترشدهم يقال غير ما هو واحد حد يدعم الناس بالفضاء إذا التجار عاد بالبشر لا وإذا ما هو صحيح لا أنا قلت عن خارجي واحدين قطعوا بهم السبل جاروا مشاكل مادية وترفنوا له هو وساعدوا طلعهم ماش قال لك اطلعوا ماش قال لك اطلعوا لا لا تلف لك حد في الطريق وقال لك بالله قطع لي بيه والله ساعد ما يتعدل ينزل عليك الفضل انت طلع سيدك ماش قال لك اطلعوا قالوا لك من هو يا خالد قالوا لك من هو قال هالي دار قال شو قال هالي رقاش نعرفه صاحب لي يا قال انت مالك سولتني انا قلت لك انا اذا ما عدت انا مالي اعتذرت انا مالي محيت المنشور معتذر يقال مرحين اعتذرت وضفت رواية أخرى قلت هو راني أعتذر شوف ذاك المنشور راني نمحي وأعتذر يا ولا متعدد أنا أعترف أنا أخي أعترف يا أخي اعترف يقال أنا نسيت مشكك في العملية مشكك فيها وطبعاك عندك منشور فهم داير فيه صورنا مع صور منادم أنت مشكك مع الصور فينية أنت مالك مدون أنا ما عندي مشكك جاب سيدي واقف وقفت وذيك خالد جاكم سيدي واقف وقفت وذيك أنا ما سير الشأن العام حين عطوا الكلمة لكبش النطاح كبش النطاح تبعد قاع قرونك مني قرون رايم أهلاً خالد أهلاً محمد والخالد سيدي أنت أنت سولناك كانك تبرعت لا جاوبتنا أنا أختي نقول مداخلتي تفضل نحن الزيان فينا دائماً نختلفوا ونتوافقوا وفينا من الخلاف لا إيجابي يا قارسي خلوك ماشي يكمل هذا يواصل أنا دائما أنا متضايق أنت واقف تتهدد كده أنا قاعد متضايق مع عارض عضل أنا تذكر خلوكم جديين ماشي كمل فكرتك أنا العملية من بدايتها ما اقتنعت بها بعد السبب الأول شباب
شباب خالد خلي ايه خالد خلي راجل يوفي بكرته جيبها لي خلي راجل يوفي بكرته تيجي صب خالد خلي ايوه تفضلوا انا عيط لي مولاي احمد والمولاي الشريف اني اطلع ونبه عليه خايف جزاه الله خيرا تقول انا الانسان دائما جدي دائما حافظ علاقاتي مع اخوتي واصحابي الورود ما مبنيه علي مصالح مبنيه علي روايه ذكية واضحه هدف واضح ما قد دخلت محمد بوير بوير لاي وما قد دخلي وخالد ما حاجني قد دخلت ولا قد دخلي عرفت الله ونظوم انا هاي العمليه من بدايتها ما اقتنعت بها لعده اسباب اولا الطريقه اللي داولت بها الطريقه اللي قاعدين بين المختطفين الطريقه اللي هم مرتاحين بها الطريقه اللي فتحت بها حمله التبرع بالعجله ثانيا العمليه انا متاكد 100% متمسك بها انه وراها موريتاني هذا يعدلهم في الدخان والموريتاني معروفين انهم خبيثين بدايه هاي الهجره يعدلت انا من الناس تنقد مستفاد منها باللي كانوا يجونهم مئات الرسائل من مواطنين موريتاني اللي انا ذيقوا فيه ويقولوا نحن ذيقوا لا فيك انتم تزوروك تدلنا على اي وكاله ولا اي حد يعدلنا الاجراءات كان جوابي لهم دائما واضح اني نوع من الامور ما ندلع الناس ولا نتكلم كان لنا في الروايه يقولوها لي يطلبوها لي يقولوا انا ما نعرف وكاله لا انا نتكلم والله المهم كان عندي انطباع اني قضيه اني بعد عنها لعدة أسباب. أولا أني قاعد في دولة فيها قانون وفيسبوك هي وتتابعه ولا فايت شيء ومازال قدامي مشوار طويل من حياتي أنا اللي جايبتني هو من عند تصحيح إقامتي للجنسية وهذه أسئلة كاملة تجيك بيتك بتصور عنها وانت ما تبتكلم ضابط محلف وجاءوا الموريتانيين مرحبا بهم السهلة وأنا أتبع الجميع وامريكا عرض خير وامريكا الناس كامل بالنسبه لخالد هذا محمد خالد كنت انا خالد بالطايع ما نعتذر له محمد خالد ولد راسه في الشبهات هو اللي كان يرفض فتوى القايله ويمشي يلود للناس اللي تهاجر وهو اللي كان يقعد ويبارتاج عليات ويقول انا اليوم جاوني عليات يزوروا الهجره وفتره من الزمن نحن كنا متابعين سيدي شوف لا 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 محمد خالد لا شفت هذه الاتهامات ما قال محمد خالد لا محمد خالد محمد خالد لا محمد خالد خلي لا محمد خالد انا لا لا انت تعطي كلمه خلي راجل يكمل الاتهامات اللي تقول سيدي انا قد نقاضيك عليهم فهمت امريكا دوله قانون انا كنت نعدل نصائح وارشادات وسببهم الاساسي عن الشباب كانوا يتعرضوا لقضية تحايل كانوا الشباب يتعرضوا لقضية تحايل وكانوا يتعرضوا من طرف وكالات السفر قدمتهم نصائح ولا تقد تجيب اي اثبات ما تقد تجيب اي اثبات من اي درجات شوف ابدا على اني استفدت منه بقية واحدة والله على اني شباب لا وتتشبيهات لا بصكم ما هي محترمة ماشي لا بصكم تاحبها نجد ما يحتوى ولا يساحب حب الكلمة جزاك الله خير محمد خالد هذا هو اللي دار راسه في الشبهات هو اللي دار راسه في قضية الهجرة غير الشرعية الشبهات شوف لا ماني قابل شوف محمد خالد الهجرة غير الشرعية انت ما تعمل لا لك محامي على امريك هذا الاتهام صنت لا يعني تصد علي يعني صفعتك ولا تصد علي انا قدمت نصايح قدمت نصايح انت قدمت نصايح وشهادات فقط انت خارج مرحله كتبت انك جاي قدمت نصايح وشهادات لا ما هو موضوعنا لا شوف هذا ما هو موضوعنا هذا ما هو موضوعنا شوف شباب قدموك وحدين كانك تقول لي شيء خاص محمد خالد نعطوك محمد خالد ما هو موضوعنا فهمت
واذا ما هو موضوع وانا قد نجيك فما تياه في امريك ونرفع عليه قضيه بتهمه ما عندك عليها دليل. انت تتهمني بشيء ما عندك عليه دليل ولا هو صحيح ولا عنده اي علاقه. انا نعرف ذا اللي عدل وشيء مخالف للقانون ما نعدله نهائيا. محمد خالد قدمت نصائح لصالح ابناء وطني، فهمت؟ لصالح ابناء وطني، وله جهد انا تكلفت فيه، بذلت فيه وقتي وبذلت فيه جهدي، فهمت؟ الا من اجل على الشباب ما يتعرضوا للاحتيال، جزاك الله، ولا يتعرضوا للاحتيال من طرف وكالات السفر ولا السماسره، والشباب كاملين ذا يعرفوه، فهمت؟ ولا يقد اي رقاش، اي رقاش قد يقول هون على اني قطنعت له وكاله سفر، والله قطنعت له صمصه، والله قطنعت معاه معامله، اي رقاش هون متحدي، اي رقاش يقول هذه، والله العظيم الكريم ذا العمل كنت اعدله خالص لوجه الله، ما ندور من وراه ايش، وزقلت فيه الوقت وبذلت فيه الجهد وهدفي الان الشباب اللي من قناعة منهم هم قروا يسلكوا ذي الطريق نجنبهم الاحتيال اللي يتعرضوا له. نهائيا انا ما ندعي حد للهجرة السرية ولا ندعي حد اللي يمشي يكون بالطرق القانونية والطرق المعروفة، يقاري لين يفوت هو يقرر يمشي، لين حذروا من اصحاب الوكالات ونحذروا من صماصرة الهجرة ونديروا في الظروف اللي قدوا يسلكوه فقط. واضح واضح، كمل فكرتك كمان. انا ماني قابل انا حد نيفوت هو يقعد يخصص صفحته سيدي، خليني عنك سيدي، انا ما نعني نحن نرد في الرواية، انت لي تاجي قارب محمد خالد ولا رايه تو انا سيدي سيدي كماش، افهم رواية واحدة، انا ذا الكلام اللي يقول وذو الاتهامات امريك دولة قانون، إلي أنت تتهمني بيشي أنت في أمريك ودولة قانون، أي اتهام هون اتهمتني به نقد نرفع عليه قضية، فهم في نقر أمريك لا تتهمني بشي، وأنت ذا قاع ما هو لك على الطريق، نحن نتناقش في قضية خاطئة، أنا خليني عنك، أنا خليني عنك ذا ما إذا شنو علاقته بذا اللي نرده، ما عنده به أي علاقة، إذا شي قالوا لي أنا خالد واعتذر عنه. أوكي خلنا في الموضوع، اوكي خلونا الان نختار نسوي سؤال، نطرح سؤال لمحمد بويبينا، لماذا الى الان ما شرط الوثائق ما بتحطهم الوثائق؟ انا ما قلت صادر رايي، انا عندي فكره نختار نطرحها ومجرد راي سؤال سيدي اطرحها، سيدي اطرحها بعد وجهه نظر غير، لا تقول له رافض صك ولا تقول له هذا واصل لفيس كامل كمل كمل كمل. المهم ان شفت، المهم هاي جزئية أنا مهمة عندي، المهم أنا الأستاذ محمد، لكن ما قلت لكم في البداية وكلكم يطرح وجهة نظره ولا ما أنكم متضايقين أراكم، المهم المهم أنا، المهم أنا ضد أن خالد والطايع يقدم اعتذار عن قناعة وعن إنسان سخر هو صفحته للهجرة الغير شرعية وكان معدل جروب في 200 سيدي، هذا اتهام تخيل كذا. شوف لا 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 شوف 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 محمد خالد، لا لا سيدي من اليوم، انا من اليوم اراني ليه نحاول انا من نفسي اني ارفع لك دعوه يا محمد، فهمت؟ ضد هذا الكلام اللي انت هدفه، لا سيدي مستهدفني، لا لا باسباب طارق يا محمد، هذا ما هو داخل لك منه شيء، هذا ما عندك منه اي قرض، انا الشباب شبابه الموريتاني كاملين يعرفوا عن هذا، انا ما ندور منه نتيجه، ندور منه شيء نساعدهم به، فهمت؟ هذا مقدمك يا رجاج، يا كانك هون تصد علي وتتهم فيها وصلت تتهم الشباب ذنب تركات يا ما لا 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 محمد خالد انت في فكرتك وصلت سيدي كمال، انت في فكرتك وصلت تتعلم توجه الشباب وترشد الشباب، ما في شيء ولا تعدل القانون، فهمت؟ لا ما في كمال، عنده فكره اللي وصلها، انا ما نقبل، انا ما نقبل عليه مقابل مادي نهائيا، انا احنا ما نعرف شيء تلاخي وشهادات، فهمت؟ جيب لي دليل، جيب لي دليل، جيب لي دليل، ما تقدر تتهمني دون دليل سيدي، قاعد زماتي عندك خلي يكمل فكرته محمد خالد، شوف محمد خالد نهائيا ما لي نقبله، أنا سيدي كماش ما لي نقبله يقعد هون في لايف ويتهمني اتهامات دون دليل، يقال خلي هذا أنا ما لي نقبله، يقال خلي كمل فهمت، هذا عنده هو فكرته عنده مادة دافعته، انت حاني قاعد كلامه عن آخره، حاني يكمل فكرته نعرفه كان يريد، لا لا يقول هذا منادم يأيد الهجرة غير الشرعية، لا 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 هو قاعد في بلاد الأمريكا وما عنده منه أي قرض كون على أنه يوصى مني أنا، فهمت؟ ويعود كأني أنا معدل جريمة
وروايه وانا ما عندي بها علاقه يتهم اتهامات باطله. وما قالك عدل جريمه، وقالك عدل مجموعه تنصح فيها الشباب. هل في المجموعه كانت موجوده ام غير موجوده؟ مسوي لك انا. شوف انا هون انا ماني في تحقيق اول شيء. انا ماني في تحقيق، بس ناقشوا قضيه المختطفين. بس السؤال موجه لك انتم، لماذا الى الان ما في شرط الوثائق؟ الوثائق احنا الوثائق خالد انا ما نختار نقاطع رجاجه غير بعد في ذواني وجيزه. قلت لكم في البدايه بعد الوثائق اللي تخليه وتدخلوا الشباب امريكا ولا بعد ما دخلوا. خالد انا خالد واني اقول لك اشتغل خالد النوع من الامور. انا ما ندود له اشت، انا ما لود الوخيرت ولا لود جزاك الله خيرا ولا يكسر من مزالك ولا عملك رايق ولا كذا. انت تلود الله الحد يعدل الخير. انت خلي يتكلم والله يعدل شي صالح. محمد خالد انت صار محمد خالد، نحن سمعنا القضيه. محمد خالد انت خلي الراجل يكمل فكرته. عندنا تبرع قصته واضحه، فهمت؟ قعدت انا جيت ذا الراجل حتى ولي جينا حتى انت خالد لوحدين. نحن نقول عدلت تبرع خالد. انت ما تدور صور الناس تنتقدهم وتعمق انك ما تنتقد. انا يتنمر علي ويتقد علي، خليني نقول ذا اللي نقول ونناقشه بكل اريحيه، فهمت؟ لكن عود النقاش مفيد. تفضل ما في خلاف. انا وفؤاد والصفرة ظل اليوم يتكلموا وظل اليوم يرد علي، ما في شيء مهم. انا حد ينصحوا لي مبادئي وعلي مبادئه، قال ما علي الهم العام لي عدل في خاطر. لا نقولوا له في الخاص اولا يسمعوا، ما سمعوا لا نقولوا له في العام توف يقال ما يدخلوا في حياته الشخصية ولا يقول لك المخاسر. أنا عندي رأي لا يقوله هناتي. محمد خالد، مش محمد خالد هذا عالم يا هون واحدين فعلا. هون واحدين للشياطين، واحد كاتب كلنا محمد خالد مع رفع دعوة على كم شف في أمريكا، ونفس منادم مليك نفس منادم هاني نفس منادم نفس منادم كاتب هاني نفس منادم مليك اللي قال علينا مع رفع دعوة ضد كم ش كاتب مليك نحن كلنا كم ش مليك. المهم ناس دور دين ديقات في الحرب. شفت خالد الطايع كي قلت لك انا ماني ان شاء الله وصلت كان يقول كلمة خاسرة لا لمحمد بويا ولا لمحمد خالد. يقال يستقط يعود يقبل رأي والرأي الآخر ويعود مولي يتقبل النقد كما هو ينتقد الناس. سمعت محمد الاستاذ سيدي محمد هذا ما ورائي سيدي شوف خلينا هون خلينا توافقوا على نقطه. محمد خالد ما يجي صح. محمد خالد ما يجي صح. توافقوا على نقطه هون محمد خالد. اول شيء خالد ولطاي حانين شوي اول شيء نحن هون جايين له نناقشوا قضيه الشباب المختطفين. سيدي هون نقول لك كانوا مختطفين. سيدي هون معنا متوافقين مختطفوا ولا انا متوافقين الفضاء الحولت تو محمد بويا شور البريزيل هنا البريزيل وصلوهم ولا انا ما حولناها الفضاء ما مسيناها ولا حولناها. خليه يتكلم ونقول رايي وانت تقول رايك. سيدي يا غير سيدي ني تقول كلمه ما حقيقيه نقول لك ما حنا الفضاء حولنا اخبار. قولوا انتم فقط ما نقوله فقط. لا ما نقوله فقط. نبي لي يجوا واحدين يقطعوا جزء جزء من الفيديو. ليجوا واحدين ويقطعوا جزء من الفيديو ويسمعوا لا كلام سيدي ولا ماني موجودين ماني يقطعوا ماني خلي اقطع لك. انا من ذاك انا سبقتهم تقطع يا اخو تقطع عارف تقطع ونعرف يا اخو تقطع. انت ما عاد تتحكم في حد لا يقطع جزء من الفيديو. لا 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 يقول لك نبين وانا خلي في كرتون سيدي واصل كلامك تفضل واصل. المهم انا محمد وين زيد جاي شفت الاستاذ محمد خالد هذا انا احترمه بعد ما جيت بعد الرسول ناحر حق استاذ محمد خالد تفضل. من الناس اللي كان يشجع الناس على الهجره غير الشرعيه عن طريق الموت والشباب عن طريق الموت. هذه صحته الهجرة غير شرعية عن طريق الموت. لا خلي بعد كده في قرطو يا أخي محمد خالد يشجعهم عن الهجرة محمد خالد حاري الراجل كمل في قرطو عليك تجاوبوا يا أخي. سيدي اقفال مايكك يا أخي. هذا الاتهام يا أخي محمد خالد. محمد خالد دور جيب عليه دليل سنين نقولها لك. محمد خالد وجه قرصود اقفال مايكك ذا الاتهام يدور يجيب عليه محمد خالد يا أخي. خلي راجل كمل في قرطو عليك تجاوبوا
ما يجي صح ياخذ المهم عمرك انه من 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 الناس اللي اول تدوينه عدلها عدلها عن طريق الهجره الفماتي مشى وعدل مجموعه علي مسانجري كانت فيه 250 موريتاني ويتناولوا فيه مواضيع الهجره والطريق وذي اللي لا يخلق كامل وياسر من الشباب مشى عن طريق محمد خالد هاي الترايفي والشباب راعي مزار وحيين والزمن كفير بدا كامل خارج فترة من الزمن علي صفحته هو كان يقعد ويصبح في مطاعم تبرق زينة ويقول عنده ميعادات مع واحدين لا يعطيهم إرشادات عن طريق الهجرة وينعت لهم الطريق الفترة الثانية يعني فات مصه لتفرق زينة وعرف انه ما تفي شيء قال انا كتب علي صفحته قال انا يعني توجه الما وراء مدريد والاحياء الشعبية وزين بلاصة اللي نجبرهم فيها مطعم العربي والله مطعم الازهر هذا موجود علي صفحته ويكون ايوه 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 تنقل شهورهم وكان يجبر الناس ويرشدها وجيتهم جيتهم فهم حانيني حانيني انت كتبت والله ما كتبته انت كتبته انا ما قلت انت كتبته يا خالد انت انت داير صورة من ادم داش المهم واصل 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 المهم انه تمني يطلع عنا وقال كون عن شنو تمني يطلع عنا وقال حق بقى انا اتاكدت من اختطاف موريتانيين سمعت الشعب الموريتاني معروف انه شعب بدوي مازال وانه شعب طيب والله اللي جاء يعدل فيه انا هالوكالات كانوا يقولوا لي كل إنسان مشيت هنا نعطوك 200 دولار 60 ألف إلى 70 ألف وقية وكنت نقدر نستقنى من العاملية وكانت نستقنى منهم والناس كانت تعطي عناوينها معروفة والناس اللي ترقت على الناس كانت تعطيهم عناوينها معروفة وكانوا يكذبوا على الشباب أنا أول شيء قعدت أتصارح قلت لي ماني عاطي عنوان حد بيدي قانونية ما أقدر أعطي عنوان حد قال حد من أخوتي جاني دور نجي ودور يجبرني قدام يا غالي أتصارح مع الناس كانوا به اللي الكذب يوقف سمعت ورخص يجبر كذاب طمع سمعت تمني قال اختطفوا واحدين نيتين هم اللي نحلوا قضية الناس اللي اختطفت الطريقة اللي قاعدين بها الطريقة اللي مرتاحين بها الطريقة اللي بدوا قاعدوا كيف مدوا في فريق وجوا والدك ووالدك وخوذك راعي كامل شي من الكذب رواية وراها موريتاني والله وراها موريتانية تميت يطلع لي طفل من نيويورك راعي موجود حي يرزق قال لي سيدي انا جيت مع مجموعه كانت عندي 900 دولار تميت ني قالوا لي بني نعطيهم 200 دولار الموريتاني اللي جايين معايا قلت لهم بني لا يمشي نسحبها لهم مشيت واحد المحطه تميت لي تلبولي واحدين من الصفينش الصفينش نقول نحن المكسيكيين الله ليهمهم والدايق معاهم طفل راعي مازال حي في نيويورك وقف وشي خالد قلت له يعطيك كونتاكت وكونتاكت يتسوي والله قالوا تضايق معاهم وعقب جات المره وهرب عليهم هذا الترك اللي شفنا احنا قاعدين ذيك القعده المرتاحين وذاك الدب اللي يزرهم دابت عافيه يعرف حد انه ما هو مختطف ولا خارج حد لا يختطف مده يمشي يقطع عليه البيات في البيت ويصيفطها هذا ما هو منطقي انصاره واحد عجوك بزرك وكيلو ما تمسه واحد من وظفته له هو ما يبرت ما يشيريه معاك نحن هو سبع سنوات لا يقول حد شيء في النصارى سمعت الثانية الطريقة اللي فتحت بها حمل التبرع كان طريقة ما هي ذكية زويقلة لا فتحوا التبرع قامت الناس صفقة في نفس الأمور قالوا قاموا تو ماشي عليك جزاك الله خيرا وانتم نبلاء وانتم شرفاء هذا كامل كان مصيب عنه هاو الطريقة كانت خاصتهم الفضل وجبروه كومبلتهم محمد بويا وخالد واخذوا روسيات انهم حولوا الفضاء للبرازيل وهذا راجع لك محمد بويا السلام عليكم سيدي ذيك النقطه انا ما نسيت سيدي سيدي لا لا السلام عليكم سيدي محمد بويا ولا خالد ما خاط على اي دوقيه واحده يقول يحولها نحن روسيا تبارنا منهم ما نحن حنينك ما انا محنينك بيه اللي قلت ما حقيقي او ما حقيقي ما انت تكذب المهم ايوه محمد بويا وخالد ما خاط عليه دوقيه ما مشكله المهم الناس لا حقيقي لا تقول ما هي مشكله المهم الناس حولوا الفضاء شور البرازيل الفضاء اللي حولوا شور البرازيل لذوك الناس ايوه الشطارد والطاي وعدل عنه تحقيق رايه قالوا لكم واضح انتم الصبح اللي اختطفوا واحد اخر يدعوا حمل التبرع
خلينا من ذاك نحن اللي نسلو ما هو انت قلت عن ذي رواية واقفين يا خي بعد لا نعرف هاي رواية واقفين وراها موريتانيين وقطف وراها موريتانيين سيدي شوف اللي قلت كامل ما هو ما في شيء عندك عليه دليل يا ايش في انتم تاخذوا الدليل حق بعد بين انتم على انتم انتم اموري عدتوا حق بين على من الدعم لا لا بين على من دعيتوا انتم من دعيتوا انتم اموري جيبوا البينه بين على من الدعاء انتم اموري اعلنوا انه ما حقيقي بين عليكم انتم بين عليكم محمد بويه شوف التبرع عليكم شوف انا مليون ساكت ما تكلمت حنوني انا مليون ساكت ما تكلمت محمد بوي محمد انا مليون شوف انا محمد بوي حنين شوي رد على السيد محمد السيد اتهمني بياسر لا ما انا اختير شوف انا حنين انا ما اخترت محمد بوي انا غير انا كان يرد معي السيد ولين انا لين نسكت عنك خليك تتكلمي غير نقطه واحده اللي نقولها لك نعود نتكلم كاملين في بريده ما لا يستفاد حد من نقاشنا لا بد حيتم يتكلم لين فوتيوفو يتكلم الاخر وهكذا شوف ايوه شوف شفت شفت سيدي نحن هون طلعنا خالد ولا الطايع اللي هي نناقش ونحن ذي القضيه نحن ما لنا متعصبين لا راي نهائيا نحن زين عندنا لين تعود فيها قضيه احتيال نحن نمشي معاها حتى ولو دون لنكشفوها نحن ما لنا متعصبين شوف شوف انت انت خلينا انت اللي انت متعلق خلي راجع خلاص انا قلت له خلاص من تفضل 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 شوف نحن ما لنا متعصبين لي راي ولا كل شيء قد يخلق فهمت هذه العمليه قد يعود اصل حقي قد تعود فيها عمليه احتيال من طرف ما نحن ما لنا متعصبين الراي قال جيبوا عليها دليل هاي العمليه عودوا معاكم وعودوا معاكم والله العظيم الكريم الحسيب الجليل رقيب العز ما تجيبوا لنا دليل لان في عمليه احتيال ما وقفنا معاكم فيه احنا ما نضد شيء غير العمليه دي العمليه خلقت ونحن رديناها 20 مره ذا العياط والعمليه فيها شيء وتفرفير ذا ما هو هذا ما هو له ذا ما هو دليل ولا هو مؤسس انا كنت خرجت تعليقات والامور ماشي فيهم اي دليل والله رواي قدر قاعد يتلبها محمد خالد يمشي معاها جيب دليل قال خالد الطاير ها انت وريك باط فوت الناس راتك تمتلك شجاعة استفاد منها كيفاش استفاد منها ماديا والله معنويا ما شفت الناس استفاد منها معنويا واستفاد منها ماديا ويعرفوا الشباب كانوا يتعاملوا معاه والشباب كانوا يتواصلوا معاه والشباب لا هذا كذب هذا كذب واتهامات جوفاء لا محمد حقيقة شوف شوف باش شوف باش شوف طرح موضوعي محمد خالد ما جات فيه دوقية واحدة سمعت هاي الحمد اطلقها هو وبيل لا خاصة ما جاد لا 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 عيني هيدرا بصفة عامة استفاد منه هو واصحابه لا كان ما نعرف له شي قال يا والله منادم يتقلب صفارة بريزي ومنادم يتقلب صفارة اسباني حق الله او جيب دليل هاي انت عندك ما انت ما قلت تتهم الراجل انت ما عندك دليل ما يتواسب كماش انت ما عندك دليل عن هذا محمد خالد يقولوا عن واحدين يقول ما عدنا الدليل مع مرور الزمن يا وجيب سيدي ما هو واحد ما هو واحد سيدي ما هو واحد سيدي ما هو واحد سيدي ما هو واحد سيدي في عمل سيدي حاني نقطة نحن تتهم الراجل حاني نقطة ما عندك أي دليل يسوى وشنا ما يتواجد حاني 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 شوف هو رقاش ما هو ليعد العملية ذا من الزمن كامل
معايا مئات الناس هون على فيسبوك نقدم لهم نصائح، ما يؤخذ بعض حد منهم يؤخذ ولو واحد يقول انا محمد خالد هذا اراه هو قطع لي بيه والله طيته فاصلة صمصير، الا واحد الا يا سيدي كما اجيب لا راجل واحد لا اصبر والله ظاهرين تجيبوا لي نعطيك مليون جيب لي انا كنت نرشد الاف المهاجرين ونضعي حانيني خالد حانيني محمد بوي كنت نرشد الاف المهاجرين ومئات ندور رقاج واحد راني صفحتي مفتوحه وهون وقدام الناس كامله الله اللي استرني الله اللي استرني الله اللي استرني بالفوقيه قبلتها من عنده كانوا يمشي مهاجر الله يجعلها له امراض الله يجعلها له امراض طالب من عند مولانا حد استرني بقيه واحده طاهالي مشي شو استعطاء استقطاب ما والله الله مولانا ما استعطاب خلي راجل يتكلم والله لا يستر مولانا بها فهمت ترى والله عمل يتواستم كل حد في التهمه وين ما عندك هذه دليل الله 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 لا يستر بها لا في مشكلتي مع البشر راح نقول لك اللي ما يجامل ولا ندور وخير سيدي حد ما جامل ما في حد يدور وخير ما في حد يدور وخير ما هو حد يدور لا الحقائق ما هو انت اللي تتهم رجاج الله يبعد عنك صاحب البرازيل والوكالات السفر هذا وذا ما يفسد ود قضيه لا لا ما يعطيك تواس سيدي والله اذا ما انا اللي نقول معك يا محمد لا تستمع على الضلال ابدا جيب دليل هذا بعد محمد بوي بلاهي محمد بوي بلاهي تقد تجيب لي حد واحد قايل هذا والله انا لين ارفع لي قضيه فين فامري خالد حنين شوي محمد خالد حنين شوي محمد خالد حنين شوي هاني شوي خله هاني شوي تكلم شوف فين فامري كنت ارفع لي قضيه بالله خلونا في الموضوع في الموضوع شوف لا 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 موضوع اتهام هون وانا ماني نخلي هاني شوي هاني شوي محمد خالد شوف هاني شوي محمد خالد هاني شوي شو سيدي انا نعرف الروايه انا نعرف الروايه واضحه قال انك تصد على الرجاج راسه حجه ورجاج معدل ذا كامل الخير هدفوا به على انه يساعد اخوته نمشي انت حانيني نو 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 في شو لا شوف انا ماني مقتنع به لا او انت او حانيني نو في كلام او حاني انت او كنت لا ماني مقتنع به حتى رجعت انت انا ماني مقتنع به حتى رجعت انت ماني مقتنع به وخليني هو في خليني خليني يعد العمل خير رايك عنده ست طرافات سيدي حنين 40 مليون سيدي. شباب اذا من هو اذا من هو اذا من هو واقعكم ناس تشوفون على الفيسبوك اذا من هو اذا من هو طب لي واحد منهم حنيني حنيني شوي حنين حنيني شوي حنيني حنيني شوي حنيني حنيني شوي حنيني 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 سيدي عود عارف انك ما انك اكبر من حد بوحشيشه سيدي ما انك اكبر من حد بوحشيشه قلت انت متعايط من وين قاعد الصف ماشي ماشي قضيه الحقيقه سيدي ماشي السلام عليكم سيدي عود عارف الواي اني انا محمد بويه تميتم كوبي مايك عنكم وصديت عليكم من البدايه وقلت لكم انتم متكلموا كاملين في البدايه ما الناس اللي تصنتنا ما بي احد لا يسمعش محمد تفضل عمر ولا زيد ما لكم واحد اكبر من الاخر بوحشيشه ما بكم واحد اكبر من واحد من بوحشيشه وانتم متناثروا الكلام ما فينا حد لا ينسى لا تفضل انا كوبيت مايك اني جاتني الكلمه خلوني اللي لا نقول انتم جاد عليكم ما وجاد عليكم مقتنع به ما راك مقتنع به خليني نوفي كيما كنت اللي تقول انت انا ماني مقتنع به غير تميت ساكت فمي عنك اني فتوفيتو خليني نوفي كلامي تفضل 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 لا تقاطعني كيما ما قاطعتك انا قلت لك على انك سيدي اللي عدلت ما يتواسى تتهم منادم بعد انه جابر شي من فضه ما يوفى من منين جابرها شنو دليلك عليها محمد خالد الفضا جابرها من منين اخباره منها اه قاعد لا يجيب لي رجاج ما يتواسى انا عندي ما قد تمدا نشوف رجاجها معاون مدته بنت بينه مع هذا ما يتواسى ولا عدد رجاج واحد حانيني محمد خالد حانيني سيدي عدته في حمل الدار النعيم ولين حالا ذاك اللي قلت كامله في حمل الدار النعيم لين اليوم تعرف على انه لا حد مجرد مرات وتعرف على انك حمل الدار النعيم حنين 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 تعرف على انك حمل الدار النعيم تعرف على انك حمل الدار النعيم حنين تعرف انك سيدي حمل الدار النعيم اتهمتني فيها انا محمد بويه اتهمتني فيها انا سيدي حاني وفي كلامي سيدي انت من نفسك لا يتم الداني ظهر رجاج هم يعاون الى دميه تو بينك لا يتواسى ما يتواسى حد بقى يعاون وراه شوف سيدي سيدي انا سيدي حنيني سيدي حنيني حد يعاون وراه سيدي حنين كيس حنين سيدي انا ما قاطعتك كان يحرض الشباب سيدي انا ما قاطعتك كان يلعب الشباب
سيدي انا ما قاطعني شفت سيدي خلونا بالموضوع خلونا بالاتهامات انا وفي كلمتي انا ما تكلمت باليوم ساكت عنكم كامل اتهامات والله تفضل محمد خالد محمد خالد حانوني محمد خالد حانوني انت وخالد ولد الطايع حانوني سيدي انت اتهمتني انا ب 4 ملايين من اللوقيه على اني سارقها من دار النعيم وتعرف انت على انك اتهمتني بها وبثها مباشر مازال موجود ومشيت وعاقب ذاك جبرت مولات الفضة وقالت لك فضة تعلنها بعد رجعت لها وطلعت انت عاقب ذاك في لايف انا قلت لك انك سارق انا قلت لك ال 4 ملايين ال 4 ملايين فصل وضاح اخبارها قلت لك موجود وراي وضاحت اخبارها وتعرفت انك جبرت مولات وفيت وصقلت منها ايدي غير يا غير بعيد واسع غير حني يا غير بعيد واسع شوف شوف ليس ركوب الموجه ولا يتساءل ولا ينعدوا قضيه قضيه شيء لا شوف سيدي نيت انت حتى تتهم وما عندك عليها دليل شوف حني شوي نوفي كلمتي حالي شوي في كلمتي سيدي عود عارف رواي انك شوف مثلا ذيك 4 ملايين اللي اتهمتني انا بها واللي ظهرت حقيقتها واللي انت جبرت حقيقتها وطلعت في البث المباشر وقلت للناس اللي قلت عن محمد بويا ما هو حق بريء من ذيك الفضه ذيك اياها انت قبت طلعت وقبت قلتها يا غير خارجين واحدين شافوا لا بثك الاول المباشر على انك متهمني انا ب 4 ملايين ما شافوا بثك الثاني اللي تقول فيه على ان 4 ملايين راهي رجعت المولات وهذه هي الاشكاليه انا كنت اتكلم انا شفت 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 سيدي كماش حاني شوف حاني شوف حاني انت لما تجيب الدنيا حاني شوف سيدي حانوني شوي دافع له دافع لي فضه لا اله الا الله بعد وحل ترى حاني شوي انا محمد خالد اللي قلت لي انا محمد خالد اتصل معاك محمد تجيب لي رقاش محمد خالد الين تجيب لي رقاش حاني شوي محمد خالد حاني شوي يا اخواني خليني اتكلم وراني لك ماني نفصل معاك سيدي شفت القضيه انا ماني نفصل معاها محمد خالد. أي رجال محمد خالد محمد خالد استفدت منه محمد خالد خلينا نتكلم محمد خالد خلينا نتكلم أي مان ينفصل شفتوا الاتهامات صارت هون على لايف اللي قلت لي الدور إن شاء الله ترى عقوبتهم الدور محمد خالد مضاعفات خلينا نتكلم محمد خالد خلينا نتكلم هذه الاتهامات اللي ما هو محمد خالد خلينا نتكلم الاتهامات اللي تجي كل رجال وتوقف وتصمكه بالصكة وتسوقي عليه وتكذب عليه شيء ما عندك عليه اي دليل ولا عندك عليه اي شيء بتجيبه نهائيا فهمت انا ماني اللي نخليك به هذه الاتهامات اللي اتهمتني هون به اتهامات خطيره وانا ندور نقبض نتخذ اجراءات قضائيه ضدك انت في دوله قانون واتهمتني بالاتهامات ويالتك تثبتهم يالتك تجيب دليل يالتك تجيب دليل اي رقاش تجيبه على نيانة تعال محمد خالد معايا على اني هاجرت به اعطاني فضه على اني عدلت وتواقط محمد يا ارتك جيبته محمد خالد سيدي يا ارتك محمد خالد تصنت لا 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 هذا اتهمني بذا الاتهام هو تصنتني محمد خالد حانوني محمد خالد انا قاطعتني انت وقاطعني سيدي ما بتوفيت كلامي وذا ما يتواسى انت قبي كان لا انت اتهامك سيدي الكلمه اتهام اتهمني انا بها قاع واتهمني انا هو كل حد يتهمه ما خارج حد ما يتهمه تفضل سيدي ما خارج حد تفضل 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 كمل كمل انا قاعد شنو مفهوم الاتهام عندكم انتوا تساؤلات مفهوم الاتهام عندنا مفهوم الاتهام عندكم انتوا موجه اللي قلت لكم انتوا ركبت الموجه وعدت حمل التبرع ما كانت مدروسه اللي قلت لكم انتوا تسرعتوا وقلت انت تصدق الناس تخفر معك انا قلت لي انت سيدي افهم الروايه سيدي ها سيدي افهم روايه شنو الدليل ان كانوا مخططون الدليل سيدي افهم روايه اعطونا دليل ان كانوا مخططون اعطونا دليل ان كانوا مخططون سيدي انت همك على انك تعود مركز الكون سيدي انت همك على انك تعود مركز الكون واي رقاش لا يعدل اي روايه لابد يجيك تسوي استشارك فيها ما هو مقنع جاد عليكم خلق فيسبوك جاد عليكم شيء الخرق اللي يكذب يا ابويا ما جاد علينا خرق فيسبوك نور الله وقلبك حنيني نحن شوف شوف طال الله عمرك هذا كذب سيدي افهم الرواية انت جاد عليك انت عاطي طفلتك سيدي انت عيت انت جلك في الليل انت قاعد في بريدة ونسوي لك ذلك تبع عن صفحتها تقول لي انا صفحتي عند التركة ذوكو ما يكتبوا فيها انت وراك ليش هو حتى ذلك معدل شي هو انا ما عندي قاعد صفحة انا عندي لا يقول فلاي ماشي وركات اياها ما عندك صفحة سيدي انا عندي لا يقول كيف تعاقل وركات اياها عنده صفحة ماشي قاعد هوك واحد يكتبوا عليه شيء ما يعرف شنو هو محمد خالد انا قلت لك واضح رحت انا قلت لك واضح العتقي قبله اتهامات العتقي قبله انا سولتك هو اكثر حد انا سولتك يا رجاش كيف شو الولايات المتحده وصافي عاطيه لوحدينا مشيت شلون الاحياء الشعبيه عاطي لوحدينا يسوي الناس سولتك
سوي لك ليله نادي ليله نادي ترد معايا قلت لك وين اللي كتب على صفحتك شنو هو قلت لي صفحتي لوكو ماها عند التركه ما نعرف ليش كتبوا عليها لكن كتبوا على كان عنده صفحه لا كان مسؤول عنه الشباب يدوروا ياخذوا ويدوروا يردوا اخبارهم كامله تفيد اخبار الناس كامله هم الشباب دار كذا الشباب في العصابه يقول لي سيدي الشباب دوك شباب كويسبين والمدرك غياب عريان الشباب انت هو الصادق انت هو الصادق انت ايش عندك تصادق انا ما قلت احياء شعبيه لوت الناس امه محمد كامله كاذبه انت وصادق امه محمد كامله نحن كاذبين واهل البرازيل كاذبين وذو الشباب كاذبين انت وصادق منين وحدك وصادق منين تفضل وين ادلتك انت على اتهاماتك سيدي كاذبنا واحد وحده الدب الداشر مخلوق من انا واقف هو براسه واعط الطريق تكون هذا وعصاب رئيس العصابه وعلى انك تول واحد انت استفدت من الهجره غير شرعيه اه يا مجموعه علي يجيب عيد 250 موريتاني ما زلت تزود الناس بعيد ما زلنا جايين شباب شوف ما زلنا جايين وشفت الاتهامات خالد لا توقف على خالد طايح خليك محمد بويبي لا انا ينقصوا المحكمه ونقعدوا قدامها ولا تجيب ادله على تفضلك كريم عادوا الشباب لا يعطوني يتكلم انا ما همني نخسر البث المباشر انت تفضل تفضل لان هم قالوا اللي عنده تفضل انت قول اللي عنده انا كذي اللي ما يقدر يقعد يتكلم معه انت تصنت انت لا انا عندي عمي الراجل ضار ذا الراجل ضار خالد 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 لا توقف البث المباشر انا ماني موقف قرانا مشاركين في ذي العمليه صور انت يوصل بي اللي يقول عليهم مشاركين في ذي الروايه وعلن الشباب المختطفين مشاركين في ذي الجريمه وشباب البرازيل مشاركين في الجريمة ونحن مشاركين في الجريمة يستاهل مخطوف تضحك له قولي كان ليك شنو خلاك تدعو تضحك مثلا تكت مساج لمعدل معملات معي واتصال يكمل يكمل رواية غريبة عندي أميغو شنو يا أخي قناة أخي تهتم خدعك سيدي 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 حانيني سيدي ها سيدي شوف حانيني سيدي سيدي أو حانوني شباب حانوني شباب حانوني سيدي حانيني محمد خالد حانيني خالد الطايح حانوني نساج راعي شوف كيس هيس السلام عليكم حانوني شوف سيدي كماش حانوني سيدي كماش سيدي كماش حانوني سيدي كماش قال على ذي شات اللي هي على وقع ما هو شات حد ما هو شات حد من يعرب إسبانولي ما هو شات حد يعرب إسبانولي قال سيدي قال على شات على إنه خاسر إنه ما هو صالح شات أنا مشيت لك أنت سيدي
على شن قالوا البيت الابيض نفسه ارسل رساله وكان يتراسل معلمه للانجليزيه داخل الولايات المتحده الامريكيه ومشاولها مشاولها رساله صحه العمليه ثم تعرفوا دكاتره اليوم متخرجين من جامعه نواكشو العربيه كتبوها خاسره تعرفوا اليوم في كل بلاصة اللي تقول لي يا دارك على واسمه إملاء واحد بنضي على أنه خاسر هذا هو اللي باني تعدي هو قاعد بنضيات كاملين دائما جاهلي بنضي قال حديث بالإنجليزية ليه قال تبنيت تعليل بالإنجليزية قاموا دفعوا عادوا عادوا بإسبانية وراه موري تعليل سيدي 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 شوف سيدي أنا نعرف شوف سيدي حنين سيدي شوف أنا دائما سيدي حنين سيدي شوف حنين سيدي فهم رواية سيدي انت الله يقرب رواية كنا الفواسيل معطينه الفراش بدوان نحن الفضة ما كلناه الفضة أنا حنين هم أعطالهم بعد بديهم هم رأس مالهم داير واقي جدي حاكمين ولما يحافظوا عليهم من البرد ويمرضوا عليهم الله يموتوا عليهم ما أتلع عنهم المسلمين يا اخي ما يوفروا راحه ولا يوفروا يوفروا لا العذاب القساوة محمد خالد اخبار منه حنسه انا محمد خالد ما يضحك لماذا المجرم يوفر شوف حنين سيدي سيدي انت لابد تعود هو الموضوع لكن انت عدلتنا نحن هم الموضوع تفضل انا عدتين اختم تفضل بلاد تفضل انا ما خالد لا تختم شاكرك تعني والختام يخلق لين فوت المبدا خالد طايع انا شاكرك تعني علي العقال والحنكة وناك رواية فطنت لها كما فطنا لها كاملين حق الله راح اسفيد وقالوا لي ختم السلام عليكم. انت حساسيتك من عمل خير شنو هو؟ حساسيتك من عمل خير. انا ما حساسيتك من حد يعاون حد. والله لا يجاوب انا ما لا يعني انا خليك تتكلم انا ما مخليني نتكلم غير الفريق يا الاخر ما يمخلي انا ماني ضد عمل الخير يا غير انا ماني مع الصفير انا صفير فيه من انا تسوي انا اتكلم عن عمل الخير كاملين انت ذو روايتين من التالبات عملية التبرع كلهم وحلت فيها مصادفة ولولا ما جاب عليها دليل والثانية ما جاب عليها دليل والمزار وجايات فانت ما راح يجيب عليهم دليل وحمل التبرع واللي مزار جاي فانت ما راح يجيب عليه دليل لا يتمنى مجرد كلام حمل التبرع يا أخي حصل أكثر منكم تو ونفتح حصل ها شعب موريتاني شعب قبي سيدي عدلها يا ريت تعدلها احنا صرنا ان مانعين للخير ماني معدلها يا مو ثاني عملك تعدلها كانك تنفع بيها شنو الخلق ماني معدلها أنا أبوها منفع راسي أنا رأيي منفع الموريتانيين عندي فوتهم مسؤول عن وكيلهم مسؤول عن إشرافهم مسؤول عن الداويهم ما أنا مسؤولين كاملين عن وكيلهم ولا إشرافهم يا غير شكدنا ننفعوا بهم مسلم ولا نظر نعدلوها أنا ما أنظر كذب الناس أنا ما نركب الموجة ثم فاتوا فوت الناس بالباطل جيب دليل جيب دليل بالباطل والفضل جاءت بريزيب وانتكلت بالباطل هذا اعترفوا به والاختطاف ما أخلق ومختطفين ما قد عجبتهم بجوات ومختطفين ما قد عجبتهم حنيني ايه او حنونيت بشتور خالد
خالد خالد يلا تنظم لك انا ما ابغى حياه الشباب مواجه للخطر لازم تطور فيديوهات شباب تطور 20 ولا 30 سيدي حاني اوصل ولا اعطوا فيديو سيدي حاني نرقص له ما يراجع محمد خالد استفاد من الهجره الشرعيه محمد خالد هو كان يصبح مع الناس هو كان يطيم ارشادات في المطاعم ويعطي وفما تنيفات فتره من الزمن كي تقول قاس النسويلو وقاس مطعم لفا وقاس مطعم الاهرام وقاس مطعم روتانا الاهرام قال اسمع هذا قالوا محمد خالد هذا ولا كان ما يعدلوا لا فيش قلتوا قبيله ورانك عليتوا مره اخرى ما يعتذر عنه وخالد الطايف لا تستعطفك يقال هذا اتهامات دوره يتربوا انا دور نقعد معاه قبل اتهامات لين الحق من سيدي 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 لا اتهامات انت متهمني وانا ندور نقعد معاك بما تياها الين تجيب لي اثبات تجيب لي دليل ما عندك مشكله تجيب لي دليل هاي الله جيب لي دليل علي الين ما تجيب لي دليل انت لازمك انت قلت علي انا تفضل تفضل لا لا بالله ما بالله اللي يضل بس عنه اسمه محمد خالد هذا مختطف ولا صالح وعاقل ولا ولا يتكلم فيه سمعت يا ابو بالله اخر فرصه شباب هاي اخر فرصه خلي ابو بالله يتكلم انت قاطعوا لي خالد الطايع اللي طيب لا يعتذر لك ونيته زين انا ما نعتذر لا لا يا انا ما لا انا انا لا انا انا اعتذارك تشمع الدبي انا قلت عنه ساعد وحدين ما ادين قال عنه ما في العيش شو متعشي بالعيش مبرد مش ملتي معني معني قضبان قاعد نقول مقتنع به ونعرف انه الحقيقه بلاش انت بلاش تفضل ما عم يخلون افريقيا ما يتخلون يتكلموا تفضل تفضل بالله انا ختم تفضل جزاك الله خيرا شكرا جزيلا شوف اولا نختار نقول سيدي على انه ما يلا يتم دائما واقف ضد كل عمل صالح يعدل ما يقدر يعود نهائيا وذا ما نقابل انه امه محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع ابدا على الضلال نهائيا ومن الضلال منع الخير من الضلال منع الخير ما يقدر يعود سيدي يتم اللي نشوف اثنين من اولاد موريتان متباركون على انهم لا يعدلوا شيء صالح يقبض واحد منهم ويطلع ويقول ذا ما هو صالح وهذا في عملية احتيال وفي عملية سرقة وفي كذا وفي كذا وفي كذا ما يتواسى شوف ذا ما هي أول مرة يعدل هذا بات عدلوا مرات ومنهم عملية دار النعيم اللي اتهمني أنا فيها بالسرقة أنا محمد بوي واتهمنا بالاحتيال على 4 ملايين وقام يرقب فيها وقض فيها لين عقب جبر مولات الفضة من بس وقريبة عندي قالت له ذاك قال لك محمد بوي بصيفته ذيك فضت يانا وكنت اصلا متبرع بها لعمليه شفط المياه ولما خلقت عمليه شفط المياه تلفن علي محمد بويا وقال لي انهم قرروا انهم لا يوقفوا عن عمليه شفط المياه والفضه من دري كان يردها له وكان مازالت متبرع بها لدار النعيم قالت انها الفضه ترتد لها وطلع هو في لايف وقالها بعد قال لك اللي قلت عن محمد بويا ما هو حق نمره راني ريتها وراجلها رايهم في امريكا ولا من تركات وهذا موجود قايل وسيدي في بث مباشر ونقلوه الشباب من صفحته هو شور اليوتيوب راهو مازال موجود على اليوتيوب اسمع وبالتالي عقب كامل وذا اللي كان يقول عن حمل الدار النعيم من آجوس كازد اللي ينكتب عنها وقع مشكلته حالا الليلة قاع أنا انخلعت من سيدي سيدي الليلة بوجود محمد خالد الليلة انخلعت من سيدي برواية الليلة موجود الليلة موجود الليلة محمد خالد هو وسيدي الاثنين في بليدة صدع لي قالوا سيدي انت صفحتك ما تتحكم فيها صفحتك يتحكموا فيها واحدين اخرين تلفن تعليق قلت له كذا اللي كتب على هوك الصفحه شنو قال له انا ماني عالم به اللي كتبوا اظهروا شنو هو قال له ماني عالم قال له ذاك الصفحه راي عند التركه التركه ما يقدروا تموا يلعبوا بالناس سيدي انت هذه الصفحه مسؤول عنها انت ما مسؤولين عنها تركه اخرين وهي اول مره تعترف بها لان صفحتك انكدها انه ما هو عندك سيدي معناها ان الناس تم تحاسبك لا على اللي لا تقول في لايف شي ما انا قايله في لايف ما عليك محاسب علي وهي رايك مشكله كبيره حاليا سبت من ذا محمد بالله ما فتو فيت من ذا ما فتو فيت مرحبا محمد خالد. امينو شحالك لاباس يا اخي اعطيني شوي دقيقه محمد امينو حق الله ثانيه تفضل شكرا جزيلا شفت هذه العمليه واضحه من الالف الى الياء ومفتح فيها التبرع ما كان مبرمج ابدا طلعت انا هو اول حد فتح التبرع سابق محمد خالد وسابق عمر وسابق زيد اول حد فتح عمليه تبرع انا محمد بويا فتحته بصدفه ولا كان مبرمج ما كان مبرمج لا مع محمد خالد ولا كان مبرمج لا مع الشباب المختطفين ولا كان مبرمج مع حد يسوى هو من هو طلعت فيديو لايف وموجود مازال على الصفحه وراهم ولا على اليوتيوب طلعت نتحدث مع عائلات مختطفين شو للامانه لين نقول هون روايه ما قط قلتها ابدا انا لين نقول هون روايه ما قد قلتها ابدا راهو شين قال وراهو حامد راهو يعرف على ان ذي اللي نقول حالا على انه نشاهد عليه انا تميت لين علمت على ان فيه عمليه اختطاف وكذا وكذا وجاني قدر من الخلق على انه مشكك وباطو طلعت على صباحتي قلت لهم دي روايه اللي هي كيشي انا ما يواضح حالي
سمعت ان في عمليه اختطاف، ونحن دائما لا مع الحق، ما ان مع الكذب مع الحق. هذه عمليه اختطاف لعتوا قاينا لانها موجوده نعتوا ان اهلها ويك ساعه ما نعرف عن عمليه هانيني راني يك ساعه عمليه اختطاف. انا اعرف ان بدي اتكلم انا محمد خالد ولا نعرف ان بدي اتكلم انا محمد محمد شوي شوف في حانين شوي محمد اللي نقول خلي محمد يقول ماني عالم نهائيا بعد ان النبات تتكلم فيها محمد خالد ولاني عالم ان النبات تتكلم فيها محمد دحان والشباب، غير سمعت ان خلقت عمليه اختطاف وانا ماني عالم وتوكشي سوشن قلت لهم يا عمليه اختطاف لا عاد خارقه نعتوا الاهل وما انا شكيت عليهم شي من الناس اللي دائما واقفه ضد رحله الشباب في ذي الرحله اللي هي مشي الشباب ودوك الناس اللي دائما واقفين على ضد هجره الشباب انا دائما ضد دوك ارواقي وتعرفوا اني فتت حارب معاهم هون الين ذاك منهم سيدي يقول لك ماش هذا ومنهم عمر ومنهم زيد ولا يتلحد لا يوقف ذوك الشباب عن ذيك الهجره ما جيت انا دونه نقول لهم خلوا عنكم الشباب خاليتهم البطاله وخاليهم الجوع والويل والويال وش حاسدين لهم اصلا ما هم جايين ديارك ولا هم جايين ارض الله الواسعه وجايين يسترزقوا ويعاونوا اهاليهم معناها اعلني دائما ضد الناس اللي تحارب هجره الشباب ولين شفت اعلن عمليه الاختطاف على انها خرقت شكيت على انها لا روايه مشيعه يا كان الشباب على انهم ينخلعوا يهناوا في ديار تليت نبحث قلت لهم انتم العمليه قلتوا على انها حقيقيه نعتون اهاليهم تفضلوا فيسبوك راعي تقوا انه هنا ارقامهم هو لاهالي هو لارقام الناس وفعلا موجودين ولا اخره وبدات شنو قالوا نبحث عنها وطلع معايا اخو واحد من المختطفين فجاه قال لي لين فاصله قال لي الوالد في البث المباشر تواصل معايا البث الوالد هو العمليه موجوده فعلا عمليه الاختطاف والشباب شو البرازيل مأكدينها بيه اللي تراسلوا مع المختطفين وبيه اللي الشيباني نفسه جبرهم وجبرهم عم واحد من التركه اللي شور اسبان عرفت على انها عمليه ذكيه واضحه ولين دخلت مولي على الانترنت وتيت نبحث له هو عمليات في ذوك الايام الين قاع حالا العصابات متحاربه فيما بينها مع النظام في المكسيك وعمليات الاختطاف موجوده وتكلمت عنها قناه المانيه لها حالا خمسة ايام وانا شرط جزء من ذيك المقابله والله من ذاك البرنامج اللي عدلت القناه الالمانيه لان ذي الفتره اللي هي اكثر فتره قد خلقت مرت بالمكسيك بعمليات الاختطاف يختطفوا بالالاف الناس تختطف بالالاف فرصه جابرتها ذلك العصابات انهم يختموا يختطفوا المهاجرين اللي ماشيين عن طريق المكسيك جايسين الولايات المتحده الامريكيه ويحكموهم ويطلبوا فيديو من اهاليهم اللي في كل بلاصه من كل مكان من العالم وعاد روايه وتوف واضحه على ان عمليه اختطاف قلنا هذا اخوتنا واهالينا قال الراجل لانه تلفن على وزير الخارجيه ما عبروا وتلفن على وزير الداخليه الاثنين يتكلم معهم في تلفون ولا سولوا عنه ولا وقفوا معاه ولا عدلوا شيء سوى هو شنو هو قلنا نحن ها اولادنا مخطوفين بالخارج لا بده نوقفوا معاه هذو اهاليهم ضعاف افتقدين لينا عملية تبرع يا والدي لين فتحوا عملية تبرع وقلنا رقمك هنا هو اللي انطق رقم تلفونه فهم والعملية واضحة من الألف إلى الياء والعملية التبرع الثانية مشى محمد خال بكر عليه جزاه الله خيرا أعطى وقته وأعطى جهده وأعطى ركبوته وفرق الجزوال وطار ونزل كان يجلس الوالد الآخر يوقف معه وينعت علنه إنه ما هو وحده وفتح عملية تبرع أخرى وأمورها كاملة واضحة من الألف إلى الياء اللي معدل سيجي والله معدلك انت والله معدل عمر والله معدل زيد الشكك في العمليه بدون اي دليل يسوى شنو فقط شنو الشكوك وشنو الظنون شنو هو السبب وشنو هو دليله ان بعض الظن اذن ولا يتواسى حد يتم لا يتهم عمرتم هذاك متهمين الشباب اللي كانوا مختطفين هم اللي كان طالتهم الفضاء وان انهم كانوا دور شنو دليلكم عليه محمد ذكرتك وصلت خليها الاخ تفضل رسالتك وصلت اللي تبغى تقول كامل زي الاخبار انا قلته اولا السلام عليكم مرحبا بكم شباب وعليكم السلام انا هذا طلبني خالد جزاه خير وعنده معلومه وانا مودي متاكدها 100% منين علقوا منين الشهر هو اللي تقريبا كان 6 ايام الشهر على صفحته والشهر صورت بعض من الشباب وانا راني نعرفها ان احنا هذا جايين نيكاراغوا يعني قاعد احد شيء احنا جايين نيكاراغوا والشباب اللي فيهم واحد محكوم انا كان معاه شخصيه وجينا المهربه اللي في نيكاراغوا راه كل حد يعرفها مني جيناها رد من فضلك بدون ذكر الاسماء اسمع رد ذكر اسمه ما ذاكر اسمه رقاش انا لقيت حاضر معه نعرف تفضل ماني ذاكر اسمه رقاش قال نديله حد سمعها يعرف عن المدة واقعية جينا المهربة اللي في نيكاراغوا كان ذيك عن المهربة جاتنا ودخلت علينا وردت علينا مردة عن خارج موريتاني قالت لنا حد مشى مع جماعة ما هو خايف المهربين ما هو خايف من اي رقاش يختطفوا هاي المعلومة انا ما قلت لخالد قال نقول حالا اعلانا قالت إن حد مشى وحده دور يختطف وحد مشى مع جماعة ما هو خايف من شيء المهم جاتنا وردت علينا قالت إن خالد موريتاني ونعتونا خالد موريتاني جاها وعجل عنها ما فات وجاوها الواقج ومشى وحده وخطفوا واحدين في غواتيمالا ما هو
كبير قضاني ما هو كبير وانا نعتت لنا فيديو نيه ردت الامرده كامله نعتت لنا فيديو منه قالت لنا هذا عشاني ولا وانا ذاك الوقت ما عندي الواقي ماشي ومشى واحدين حق واتيمالا خطفوا خطفوه المخربين وافترسوا فيه نعتت لنا الصلاه نعتت لنا منه فيديو ما ردت الامرده قالت لنا خالع تشكوكم لا خالعتكم احنا فينا احنا طلع عند المترجم ما نعرف اللغه بالنسبه لي انا على البرتغالي نفهم اللي تقول قرأ ترسلتوا لما اللي هي بالحفل واحد قالت لنا خطفوا المهربين في غواتيمالا وفعلوا به وعدلوا به كذا كذا ونعتوا لنا منه فيديو ما حد شافه يبكي صح حق دموعا ايديه مكبرين اللي يقول ما يعرف وش الهجاء تفهم منه لا عن المهربين ما في مجهود ايديه مكبرين وفعلوا فيه الفواحش وعدلوا فيه كل شيء وراء واحد من الشباب فيهم واحد حد مرد حاله دارهم معدينهم حكمه وراء فهمت الشباب اللي صورتهم ونعطيهم صور راهو خالد يعرفوا فهمتوا وردت لي مردو ومشينا من الكاراغوا وانا قالت ان حد مشى مع الناس ما هو خايف مشي شينا جينا تشاباتولا واخبار المرد كان راهو فهد قالها خالد لا كمر 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 عقال مرد انجت تشاباتولا مشينا تشاباتولا انا كان تلفن لي رقات عين تلقى الحد ثاني مقطوعه بالسبل ما عنده الفضاء وشايد داخل الملي تفتوح لكن دخل تشابتولا هو اللي داخل هذا احد الشباب المختطفين هو اللي عنده مشكله ما يا احد مثال جيتها المهم يلا اخوته يتماشي شباب ام اللي ان شاء الله باذن الله تعالى يدخلوا امريكا دور طلعهم لكم انا كان لايف تطرحوا لي ان شاء الله كمل تفضل كمل مهم انني جينا تشابتولا امين ردت هاي مده المهربه انا ما قلت لخالد غير نعتتها انا وردت علينا وقالت لي الامانه على تكوني لا خالعتكم دوركم انتم مجبول اخوتكم الواقع راعي انا اعطيت لنا فيديو من الطفيل ما هو طويل لا قد المسيكين عياذ بالله ما لقاش يتحابوا لك العيف ما هو قاعد يوقف فهمت ومن عديد منه لا صورة ويتكلم تعرف كلام بعيد منك فهمت غير تسمع نطقه لا المهربين كذا فهمت وحاله يرثى لها اللي نعطيكم فيديو حاله يرثى لها وشفت محمد بويبو الله هذا بعد يأكد عن المخطفين المخطيرين قالت لنا إيه المختطفين ما هم كاملين حنيني فرنسا باتوا شوف حنيني فرنسا مالي باتوا تم اختطاف فرنسيين وانقتلوا مباشرة وفي واحدين آخرين تم اختطافهم ودفعت عنهم الدولة الفرنسية المال فيديو علنتها وانطلقوا لهم ولا في محجات في خطة ولا في محجات في شيء يعني ما هو كل عملية لابد يشبهها جميع العملية هم 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 يعني هم يعني مرات الاختطاف هم يعني عدة مرات يعني تؤكد الاختطاف هم قالت لنا أنا ماني نعتلكم الفيديو لا على تكوني لا خالعتكم أنا نين نعتلكم الواقعة ندركم في الصورة وقالت لنا أيش معه قالت تزيد على 10 واقيش ما يخاف قاع ما يخاف إذا صحيح هذا علمنا نحن به لأنه أي جماعة ماشية في بليد أنها ما يخايفة غير الشباب كانوا قاع ماشيين مع جماعة أنا بصلي من معلومات إنهم كانوا ماشيين مع جماعة أو إنهم شاو هذا يعرف مدامينه يعرفهم يعرف واحدهم كانوا معايا أنا جماعة كان اللي بقات ورايا حال اللي هو قريب الشعر جماعة كان اللي بقات ورايا ماشي المهم ليش تركني مع الجماعة عن نيجي اللي الأوتيل تلفن لي رجال قال لي خالق فلان طلع فؤاد الصفرة ذاك هو تحت دور يطلع حنيني قال لي خالق واحد قال لي خالق واحد قال لي جاي مقطوع بيسبر وتلقاله طالب منك تلقاله وقمت انا تركي قلت له قبل وتلا التلفون اللي رجعت على الخالق واحد سلمه مين ساكت مقطوع بيه مقطوع بيه السبل وقسته وفعلا تلقيت له ومشينا على جهه ثانيه طيب ظهرته قلت له رجعت انا لاصحابي قالوا لي احنا كاري ما بلا ما هو كذا صعبت انا القضيه انت التلفون اللي رجعت يقول احنا كاري ما بلا ما هو كذا كاري ما بلا ما هو كذا وشو مهم قبل يتمشوا قال حد من الجماعة عن خاص الفضاء والإحلال والفضاء فعلا كانوا أنا مدي فاجئوني بها صدفة تميت كني قعدتني قالوا لي نحن كي مدى نبرمش القضية نحن لين دوحوا له فلان أنا هو فلان كان ماشي معكم ما عايزين هذا قايسين نحن قايسين فالوقة قلت له ما ناكل فيه الجماعة في الإحلال فعلا كملنا له فاطو ذكا 300 وتو قبل أن نتلفن على المهرب ما عشان قلت أنا بعد مشيت عنه انت اللي تتكلم عنه واحد من الشباب الثلاثه والله حقبع ايهم ايهم لا لا يذكر اسمه وبعد هو فهم حاني يذكر اسمه بعد لابد يحدد واحد من الشباب الثلاثه بيلي وفهم واحد قالوا سيديا والمحمد
واحد قالوا محفوظ ومحمد الإمام، واحد قالوا جبريل والعثمان والصوم والذاهب. بدون ذكر الأسماء ما لا تذكر أسماء. لماذا؟ أنت حانيني حانيني. خالد عود واضح. خالد أنا واضح. خالد حانيني نو نو نو. عود واضح أنت صديت وقلت أنا أنك دور الأدلة والدور كذا. هذه الناس اللي تصنت لك. هم أدريت رجال. أنا ما عندي دليل. إجماع عليه. أنا ما عندي دليل. لا تقول هو ما يحدد. لماذا ما يحدد؟ لماذا ما الدور يحدد؟ لماذا عليه؟ لا 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 اكثر ولا شوية وتفهم اكثر ولا كي العبرة بالخواتم اكثر ولا شوية وتفهم قاعد معنا اللي تجاوب عليه وشنو احنا قلنا لك عنه ما لك ذاك بس مرقاجي يموت مو فلان قصة توضح لك انت منهم تحلل فيه وكل شيء عنده تحليل كل شيء عنده وقت السلامات وصلين حق وقت قلنا لك عنه اللي مشيت انا عنهم ورأينا كم عطيت مشيت عنهم عطيتها 5 أيام في دار المهرب دير عليها عن طيت الهارين دو سان بيدرو دير عليها عن طيت اسبوع سان بيدرو ودير عليها عن طيت الهارين في المكسيك ودير عليها عن طيت الهارين ثاني في 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 بلاصه ثانيه دو تخوانه دليل عليها حبيبي لا تفهمتش معجله ما انا لا سمعتك تقول دليل على كذا دليل قلت لك دليل عليها عشان ما كنت سامع كتب قلت لك عن ام الرجال ثلاثه محكمه ومصورين اوضح له كمل كمل محمد امين كمل كمل مهم مهم بعد عن مهم عن 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 قضيه 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 اسمه قضيه الاختطاف ما بطريقه قاع نهائيه ماده مخطوفه مهدئ لا بد جمعتها طريقه تطبيع الفضاء الفضاء ما اعطاها في الدول ما اعطاها في المكسيك دون ياسر وهم من الرسم يعطوا عن ما اعطاها دون ياسر بين احنا مشينا وخارجين تركيا كان معنا طاحوا لي من اللصوص وقبوا من تلفوناتهم كانوا معنا تركيا بقى ورانا مع سان بيدرو احنا ما تحرينا الروسيات وقابوا معنا تركيا ويخشوا القادة تلقوا هنا اللصوص وقابوا من تلفوناتهم وقابوا من الفضاء ولذلك هم واحد عنده تلفون تريز برو ماكس اعطاهم عنها قيمة 100 دولار والله 120 دولار وخلوا هالو خلوا هالو خلوا هالو اقول احنا ما نعم قد يتسرق ما في طريقة قد يتسرق بعد كامل شوف ده بعد الكامل قال الأخ ما في شيء دليل على ان انا ما عملت استطاعة ما في دليل ما في دليل قلنا ايه غير اللي مرد انت مطلعه هو نو انت مطلعه هو اصلا لانه لا يرد على ان ما عملت استطاعة ما في شيء انت طلع فؤاد الصفرة طلعت ورانا طلعت ملي بعد قريبا مرق ما عرفت لا علها له اللي تقول ده كامل اللي قال ده كامل اللي قال ده كامل اللي قال ده الاخ المحترم اللي قال له محمد امينو إذا سمعناه كامل غير ما في شيء دليل على أن ما عملية اختطاف ذا اللي قال كامل ومن الألف ذا اللي على أن معطى الفضة في اسم المكسيك ندون ياسر وعلى أن الشباب قالت لهم الامرأة أصلا على أن واحد في موريتاني وعلى أنه كان مختطف وأن العصابة على أنهم افترسوا فيه ونعتت لهم فيديو هذا سمعنا المردة وسمعنا مولي نصيحته هي اللي قالت فعلا جماعة يلا تعود كاملها ما شف بيده فوق 10 أرواق جماعة يتم اختطافهم نحن كاملوا ما نضد السلام ومرحبا وخير توني مرحبا كاملوا نحن ما نضد كاملوا نحن ما نضد غير نحن نعرف لأنه تركي ارتكبوا خطأ من البداية كونهم كانوا ماشيين في مجموعة وخطروا أنهم يمشوا مثل ذاية وحدهم على الزر ياك خاسر غير كونوا خاسر إذا ما يعدل عنهم هم ما اختطفوا ما يقدروا يرتكبوا خطأ كون مشاو حدهم عندهم فكرة عندهم فكرة عندهم فكرة على أساس مثلا مشيتهم وحدهم مشيتهم وحدهم على أساس مثلا على أنهم كانوا ماشيين لا يقبوا طريق ما يكي الطريق اللي تخلت أنت تعرف على أنه فيه 13 بوابة 13 بلاصة ينتقل منها لأمريكا 13 محددة ومعروفة كاملة في واحدين يرصفوا في واحدين يدخلوا عن طريق النهر في واحدين يدخلوا مقوطرين في واحدين يدخلوا من تحت بليصة شن قالوا يدخلوا من تحتها مثلا خالد خماني ما رصف إفريقيا فيها كاملة رصف في واحدين دخلوا عن طريق شن قالوا عن طريق الفالوكا وبالتالي يقدروا عودهم كانت عندهم فكرة على انه هو كذا كان مخيرين فيها رواق جين فوتي يدخل المكسيك يقول نود وتركي احسهم توافقوا كامل لانهم قايسين الحياه لا يرصفون فوق احنا ما لنا قايسين الحياه باللي قال لنا فنان والله قال لنا عمر والله قال لنا زيد من الطريق الاخر على اننا شبه من ذاك وشوف بالتالي ذا كامل اللي رد يتم ما في شيء اثبات على انه ما عمل يا محمد الحمد لله صلت لي خيرت فؤاد صفر اش حالك يا لباس خير طيبه كل شيء بخير وخير كبير فوتوفات تدخل بسيط والله فؤاد تفضل عندك مداخله تفضل شباب هاتوا عاد المداخله فوتوفات خير بكم كامل شفت مرحبا لين لا يعود مداخلتي معي طويله حتى ياك تفصل الموضوع شفت انا حسب وجهه نظري انا موضوع الهجره موضوع المرضهم اول شيء تبين على من الدعاء محمد هو هذا اهانه
لا تبارك معنا زي من دار النعيم والمعلومات وزبط طق طق وذبرة قبل أصف بيدي ملتان كيف ما قال طالب عندهم ذاكرة سمكة. نحن وشودنا وشمشرنا وفي النهاية ما خاض ولا ربع دليل حتى الاتهامات اللي اتهمنا فيها بعض الأمور ما أجبر لها ربع دليل ولا أجبر لها شيء يسوي وشنو وفي الموضوع ورتزم بيدي ما خالك حد لا هتلا ينبش كان خالق دير الله مو خالق. المهم الناس وتهمت وشودت وقال انها معاك كذا وكذا وذا ما يخلق ما هو في شيء فيه منفعة شيء ما فيه منفعة ما يتكلم حد. لا فؤاد الصبرة اسمح لي شوي ندخل نقاطعك شوي. احنا نتكلم عن قضية الاختصاص جايك اللي كانها جايك الموضوع جايك الموضوع ما هو الموضوع فهمت وجاي يصوغ وتوب لا يعدل لك تمهيد اللي قال لك بتتكلم بتتكلم عن تكلمت انا ماني فؤاد الصبرة قال محمد بويه خالد نعرف نعرف يا قال بيعترف تليفوني يريد يشارجي ماشي فهمت خالد نلقي فؤاد الصفرة يعطي رأيه في قضية الاختطاف في السيناريو اللي يخلق الصور اللي انتشروا خالد خالد اسمح لي شوي دقيقة خالد اسمح لي شوي دقيقة لين قول محمد بوية بالله يا عمي عم احنا كلامنا عن الشباب محمد امينو انا اعرف كان وراهم رجال لكن وراهم ما فات وصلت له لكن وراهم ما فات محمد بوية امينو امينو كنت سابقي امينو خلي فؤاد الموضوع اللي تناقشوا الموضوع اللي تناقشوا ما فيه من الفايدة ما هو مسألة واحدة على ان الشباب موريتاني خالد البطالة موريتان وخالد كوس ما في الفايدة ما هو اللي يضروا به الشباب اللي لا يمشوا اللي كان يبقي هاجر يضيهم لانه حلمي هذا اللي قد ينخلع والله تخلع عمه والله خالته والله ما اللي تتهم الناس في أعراضهم مشكلة موريتان أنكم عدتوا شعب أي إنسان ساعد رقاج لا بد يشكك فيه وينقال أنه مخزي ومكسور عمر هو ما خالق إنسان ما عنده تناقض لا خالق إنسان نحن ما شككنا في أخي فاضل خالد كنا آخرين مفرر أنت قلت أنك شايف أنه ما هو طبيعي كما طبيعي إيش فيه الفايدة فايدة شنو باش فايدة شباب المهاجر باش فايدة محمد بويه باش فايدة أمينو باش فايدة نيانا باش فايدة ذاك اللي ساكن بالترحيل ما عنده باش تعشي وطرق يحسابي ما هو فايدة قالوا التباهات يا أخي باش ما يتكرر العمليات كثير عمليات نفسه باش نفيش فوبه نفيش فوبه المناد من وراء العملية ما له ما عنده فايدة فوق يا أخي فاضل عمليات احتيال اللي أنت عندك عليها دليل ياك تقول عملية احتيال يا أخي أنا ما عندي دليل يا أخي وش كنت تصاب وما كان عندك عليها دليل منطقي أنا عندي شك منطقي أنا ما عندي فاهمت وتفهم رواية رواية فيها نحن الدليل موجود خالد ليش شاب محمد أمين وكان مع أحد من الشباب قال كامل الرد من آجوس كازد ما بي دليل إيه مو محمد بويه شوف هني لا أتمنى احترم عقلي أنا هذا الصنّت معه احترم عقول الناس اللي داخل الصنّت لقيت ما في شيء دليل محمد بويه محمد بويه خلي جدوا للناس رواية ما عندكم أي دليل خلي فؤاد يكمل فكرته خلي فؤاد محمد أمين أنا نبقي اي انسان اتهم رجاج يجيب ربع دليل ما هو قاعد دليل رجاج شيء من هالا الرد الرد ما هو دليل نحن اوكي قابلين رجاج خاسر يقال الدليل شنو شيء قلت انت وقلت انا موريتانيين يردوا مليت الخلاقه ويجفوا مليت الخلاقه ويردوا كامل ويكذبوا كامل وسو انت خالد انت شخصيا قلت انك الحياه كونتر كذا تمين رصفت من الحياه حتى عم تشوفوا علي لا 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 افكار يغيروا لا 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 انا ما قلت اني كونتر الحياه انا ما قلت احنا الحين معك انا قلت عن حد يجي استثمار في بلد واستثمار فيه لا بد من ما تعود انت ما تعود انت خالد استثمرت في بلدك وقعدت فيه خالد خالد انت ما قلت انت تنصح الناس بالوايه محمد قاعد خالد الحق مشكله ما محمد حيني خالد ويا محمد امين ولو حالته فيه ابسط ضرر فيه كل واحد بالتنظير حيني محمد بوي حيني ابسط تعرف ابسط فايده في شنيه يقد الصبح لا قدر الله يختطف حد فرضنا عليه نقول ان هذه جريمه انها ما يحق مو ببركة احنا قاعد مالها ضده اوكي نتفاهم معك بعدين الصبح ذا يقدوا ينخطفوا 10 قلاس وينخطفوا حق والناس كان يتفاعل معهم تقول انه ما يحق ليش تفاعل بعد اللي تشوف ما يتفاعل معهم خالد ما يحق ما انا لا تفاعل بعد معهم اي خالد خالد حين خالد 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 شوف خالد لين يقول لك انا خالد بسببك انت وبسبب سيديك ماش انا الصبح هيجوني يختطفوا شباب حقيقيين وعودوا اهلهم ما عندهم خمسه ولا عندهم 10 واحد من الترحيل والله واحد من الزعتر ما عندهم خمسه ولا عندهم 10 انا ما داخل عمليه تبرع محمد بويه اسمعني خلال العمليه محمد بويه اسمعني خلال العمليه وقد ما يتبرع لك عمر تبرع محمد بويه عن الناس
محمد بوي تقنع عباس محمد بوي الصبح لا لا محمد بوي تقنع الناس محمد بوي 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 ابسطها الصبح اللي ينتقل الكارتي من واكشوط ما له احد فيه انا فؤاد ما ينوح احد فيه لا الذي لا اله الا هو ما نوح لنا فيها معناه انه انتم ماشي نضرش من الناس ضعاف ولاكم وشاكيكم عاد الانجازات عاد ما يتواسى خاس محمد امين يقول لك انا كان معايا واحد بندي كذا معناه الصبح واحد اخر اقطب لا يطلع واحد اخر يقول لك كان معايا في برازيل وانا وطحنا في واحده وكذا وخلي كذا وطيتوا 2000 دولار لا ما هو مهم شوف فؤاد طاره بالله تعهد عن هؤلاء الشباب ان يدخلوا ولا يعدوا معاهم بس يا اخي الفاضل خالد ما راح اقدم عدت شوف شركم ما يصالح شوف فؤاد فؤاد خالد ما يصالح كلامك مو مقنع كلامك ما هو حتى انا ما اقول كلامك محمد امين ما مقنع انا بطل اقنعك يا بول انا اقنعك انا ما يشدك ولا مخاطب مخاطب عندك فؤاد قد قال لا حاجة اقنع حتى يعود صورتي اخت والله خاطب امه والله سلام على حديقة وش نار شباب شباب احنا ندور احنا ندور شو مقنع في القضية انت دراك بشو انت دراك تجم شي مقنع محمد امين انت دراك تجم شي مقنع انت طلعت محمد طلعت ورديت مرده ترباح ابوها ما وقدمها ودخلت من هون وخلت من هون جبرنا مرافقاتنا الصوره وفيديو محمد بوي والله رجال خالد مقنع والله رجال سيدي مقنع محمد بوي لا تخلاف محمد بوي حاين شوي نطلعوا قاعد شو شنو حاين وش وشنو انا لين هو هو ونحن قلنا ذا القايدين قلتوا لاش من المساك احنا قلنا لاش من المساك يحكم جديد من طرف دارس لا يحكم بين كاملين جديد ملموس وراحنا خطا على الكيسان عود مات للقاجي قد يعدل فيها شيء صاير احنا الصور ما قلبونا هذا الجوال هذا تشوفوا عمليه سرقه تعودوا يكذب اللي احنا اقنعنا القاجي اكتشفتوا شيء وشنو كلكم يتداخل خبز على فمه شوف حنيني حنيني فؤاد انتو خالد يقولكم انا رواية شوف الشباب عاد ياسر منهم يعدل شوشرة على الاعمال الخيرية بسبب رواية الهي يقول شكل فيها من اجل اياك تعود الحجة لانه ما يتبرع هي الاولى كلكم يحكم حيوان وعنده ولا يتبرع بخمسة ولا عشرة غير حد شاف حد من الموريتان لا يعدل نحن ندور الناس تبرع يا قار ساب تبرع سابق انت سابق انت سابق انت تقولي رواية على ما هي حقيقية امشي اكتشف فيها رواية اكتشف فيها خلل اكتشف فيها عملية تحايل عملية سرقة يعود ما ولا يعود ما ولا الكلام يعود ما ولا المراد يعود لا ما وشكوك محمد دماغك انت يلعب به الشيطان وتجي تطرح لنا احنا افكارك محمد بوي قالوا الفياب اللي تحدث ما هو محمد بوي اخي محمد بوي حق الله اعطيني ثانية اطلع مع صوتي اعطيني ثانية خالد استاذ خالد انا شوف خالد انا نحرق شباب راني لو خاكم البث مباشر راني نصنت لك محمد بوي حنش بي محمد بوي حنش بي خالد بلا حنش محمد بوي حنش محمد بوي حنش محمد بوي اسمعني توت عنو خبلك خالد جئتم اما بيتم هذا عدلته ما فيهم الفايدة ما الصبح إذا اختطفهم سالم ولا نفاصلين مات لحد ليساعدهم نهائيا هذه الحقيقة ذاني الراجل يقول لك أعطونا دليل أولا لا أنت قاضي ولا هو قاضي إنسان شاف حد فاصل أنت ساعده لوجه الله ساعده ما أنا قاعد ساعده ده برانش من حياته نقطة شوخة ما هو مهم لا يودي لا شو شرع وانت اعطونا دليل انت مالك ومالك ولي الكون لا انت ولا سيدي كماش ولا انك مسؤول عن الشعب الموريتاني مسؤول عن وجه نارك انت مع انك ما يقد انسان عدل شي متعدل داري في الاصبع يعود محمد بوي ما تقدر تساعد حد وانا ما تقدر تساعد حد وذاك ما تقدر تساعد حد هذا ما هو زين ولا هو يلا ولا هو صالح هاي الحقيقه خالد العميم متعدل هاي الحقيقه واضحه فكرتك واضحه انه واضحه واخيرا بيك وني واضحه شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا على المتابعة الشباب ولتفاعلكم وهناكم سمعتوا باطل كامل سمعتوا رأيي أنا وسمعتوا رأي أبو الله ومحمد خالد وكماش محمد أمين وشباب كاملين انتم في نهاية هذا هم انتم اللي تحكموا و